بيبدأ الفيلم مع اتنين اخوات اسمهم داني وجو، وهم بيصطادوا في البرية، وبعد ما بيخلصوا صيد بيقفوا يتكلموا مع بعض عن روي اخوهم الصغير، ومش بيبقى عاجبهم تصرفاته ولا الشغل اللي بيشتغله لانه بيعرض حياته للمشاكل مقابل الفلوس اللي بيقبضها. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف روي وهو على حلبة المصارعة بيقاتل شخص تاني في ملهى ليلي، وبيكون روي مقاتل محترف جدا وبيكسب اي قتال بيدخل فيه، وبنعرف ان المقابل بيبقى مبلغ كبير بيكفيه انه بيصرف بيه على نفسه كام يوم. واثناء القتال روي بينشغل مع حبيبته اللي واقفه تشجعه وسط الجماهير، ووقتها الخصم بتاعه بيستغل انه مش بيركز معاه وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيكسب القتال. وبعدها بيجي لروي رجل عصابات كبير اسمه جوليان ومعاه مجموعه من رجالته، وبنفهم ان جوليان هو اللي بيراهن على روي في كل المباريات اللي بيدخلها، وساعتها بيكون متضايق جدا من روي لانه خسره فلوس كتير في المباراه بتاعت النهارده، وبيقرر يعاقبه عشان ما يعملش كده تاني. فبيجيب البنت اللي روي كان عمال يبص لها في المباراه وبيخلي رجالته يخلصوا عليها قدامه، وبينهار روي من العياط، لكن مش بيبقى في ايده اي حاجه يعملها. وبيتكلم جوليان معاه وبيفهمه انه لسه ما خدش حقه منه لانه لسه مديله بمبلغ كبير جدا بسبب الخساره اللي سبب فيها. فبيساله روي هو المفروض يعمل ايه عشان يكفر عن ذنبه، وبيعرفه جوليان انه هيروح معاه المخزن تبعه كمان شويه وهناك هيفهم كل حاجه. وبعد شويه روي بيروح مع جوليان للمقر السري بتاعه، وهناك بيكون في مجموعه من الستات واقفين ينظموا شحنه احجار كريمه بامر من جوليان. وبيتكلم جوليان مع روي وبيعرفه ان الاحجار الكريمه دي سعرها غالي جدا وانه محتاج ينقلها كمان كام يوم، وبيفهم روي ان هو اللي هينقل البضاعه بنفسه لانه عنده شاحنه وخصوصا انه سواق شاطر فيعرف يهرب لو حصل اي حاجه في الطريق. وبيبلغوا جوليان انه لو نجح في المهمه دي ووصلها من غير ما يحصل اي ضرر هيديله مليون دولار مكافاه ليه على امانته في شغله، اما بقى لو البضاعه حصل لها حاجه وما استلمتش لاي سبب من الاسباب وقتها هيخلص على جو اخوه الكبير ولورا مراته وبناته الاثنين. وبيحاول روي يبعد عيلته عن المهمه على قد ما يقدر، وبيفهم جوليان ان اخوه ملوش دعوه بالموضوع ولا يعرف حقيقه شغله، لكن جوليان بيتجاهل كلامه، فبيضطر روي ينفذ لجوليان المهمه عشان محدش من عيلته يتاذي. وبعد ما روي بيروح البيت اول حاجه بيعملها هي انه بيتصل بجو اخوه بيحكي له اللي حصل عشان يخلي باله من بناته ومراته الفتره اللي جايه، لكن جو مش بيرد عليه. وتاني يوم روي بيروح يزور جو وعيلته في الاسطبل بتاع جو، وبالصدفه داني بيكون رايح هو كمان، وبيجري روي عليه وبيحضنه لانه ما شافوش بعض ليهم فتره، وبيلاحظ روي ان جو مش بيكلمه فبيقرب عليه وبيحاول يتكلم معاه عشان يفهم ماله، بس جو مش بيرضى يتكلم وبيبقى زعلان منه لانه مستمر في شغله المشبوه رغم انهم نصحوه اكتر من مره يبعد عن الطريق ده، لكن هو ما كانش بيقتنع. وبسبب اللي حصل روي بيتعصب عليه وبيسيبه وبيمشي من غير ما يحكي له اي حاجه، وبيتضايق داني من اللي بيحصل وبيمشي ورا روي علشان يهديه وبيحاول يصلح موقف جو قدامه. وفي الوقت ده روي بيقول لداني انه مسافر كمان كام يوم لانه هينقل بضاعه خاصه بشغله، وبيطلب منه يسافر معاه اليومين دول بدل ما يبقى لوحده. فبيعرفه داني انه هيقدم طلب اجازه لقائد الكتيبه بتاعته وبعدها هيتصل بيه ويعرفه. وفي نفس اليوم بالليل روي بياخد داني وبيروحوا مع بعض الملهى ليلي تبع جوليان عشان يسهروا فيه، وساعتها كان في قتال داير في ساحه الملهى، وبيتحمس روي انه ينزل هو كمان علشان يقاتل. واول ما بينزل بيفضل يضرب في الخصم اللي قدامه، وبيبقى داني فرحان باخوه جدا لانه ما كانش عارف ان روي محترف في فنون القتال الدرجه دي، وكل اللي في المكان بيشجعوا روي وبيفضلوا يهتفوا باسمه. وبعدها روي وداني بيركبوا الشاحنه وبيروحوا مع بعض المخزن تبع جوليان علشان ياخدوا شحنه الاحجار الكريمه من هناك ويطلعوا بيها على المكان اللي جوليان امرهم بيه. وقبل ما روي ينزل من الشاحنه بيسالوا داني لو كانت الشحنه اللي هيحملوها غير قانونيه، لكن روي مش بيرضى يرد عليه وبينزل يتكلم مع باولي المساعد الشخصي بتاع جوليان، وبيعرفوا باولي ان الشحنه هتتنقل في ازايز عصير عشان ما يعرضوش نفسهم للشكوك من الشرطه، وبيفهموا انها لازم توصل تاني يوم في نفس الميعاد لان اي تاخير هيحصل هيتسبب في مشكله كبيره. فبيوافق روي على كلامه وبيطمنوا ان الشحنه هتوصل في نفس الميعاد اللي متفقين عليه، وبيسيبه وبيركب الشاحنه عشان يتحرك بيها هو وداني. وفي الطريق داني بيطلب من روي انه يقف عند البنزينه لانه عايز يدخل الحمام، وبينزل روي هو كمان للماركت عشان يشتري اكل من هناك. وفي الوقت ده في اكتر من عربيه بيوصلوا البنزينه وبينزل منهم مجموعه من المجرمين الملثمين، وبيتجهوا ناحيه الشاحنه اللي فيها البضاعه عشان يسرقوها، وبيبدا ضرب النار بين الطرفين وبتقوم معركه شرسه بينهم، والكاشير اللي شغال في الماركت بياخد السلاح بتاعه وبيطلع يضرب نار عليهم، وبسبب اللي حصل الكاشير بيتصاب وبيفقد حياته، اما روي فبيكون لسه مستخبي وبيضرب نار على افراد العصابه، لكن محدش فيهم بيهتم بيه، وكل اللي بيكون همهم هو الشاحنه اللي عليها البضاعه.
وفي النهاية بينجحوا في إنهم ياخدوها وبيسيبوا المكان وبيمشوا. وبعد شوية دوني بيخرج من الحمام وبيسأل روي عن صوت ضرب النار اللي كان بره، وبيحكي له روي اللي حصل وبيفهمه إن أهم حاجة دلوقتي هي إنهم يلحقوا الشاحنة قبل ما البضاعة اللي فيها تروح منهم. وهما الاتنين بيركبوا العربية بتاعت الكاشير اللي كان شغال في الماركت وبيمشوا بسرعة من نفس الطريق اللي العصابة مشيت منه. وطول الطريق روي وداني بيفضلوا مركزين على امل انهم يلاقوا الشاحنه قريبه منهم، وبعد شويه بيلاقوها واقفه في نص الطريق ومفيش اي حد من العصابه موجود جنبها. فبينزل روي بسرعه عشان يطمن على البضاعه، وزي ما توقع مش بيلاقي اي حاجه غير ازايز العصير العاديه، والازايز التانيه اللي كان فيها الاحجار الكريمه العصابه سرقتها. فبيجري بسرعه على الكابينه علشان ياخد منها الورق بتاعه وكل حاجه تخصه او تثبت ملكيته للشاحنه، وبيرجع تاني للعربيه اللي فيها داني، وبيكملوا في طريقهم لحد ما بيقابلوا العربيات اللي فيها افراد العصابه على الطريق. واول ما افراد العصابه بيشوفوهم بيفضلوا يضربوا نار عليهم وبيحاولوا يوقفوهم على قد ما يقدروا، فبيضطر راي وداني انهم ينطوا من العربيه قبل ما تنفجر بيهم. وقتها افراد العصابه بيفرحوا انهم اتعطلوا وبيكملوا طريقهم من غير ما حد يطاردهم. وبعدها داني بيسأل روي عن البضاعة اللي كانت في العربية، وبيقرر روي يصرحه ويقول له الحقيقة لأن كده كده كل حاجة ضاعت منه، ده غير جو ومراته وبناته اللي جوليان محتجزهم، وده معناه أنهم لازم يتعاونوا عشان يحموا أخوهم وعيلته، ومش بيبقى في حل غير أنهم يرجعوا البضاعة من تاني. وبيتكلم روي مع داني وبيفهموا أن الشاحنة كان عليها أحجار كريمة بقيمة 50 مليون دولار. وبيتصدم داني ومش بيكون عارف يرد عليه، فبيقرروا يدوروا على أفراد العصابة اللي سرقوا الأحجار قبل ما يتصرفوا فيها. لكن قبل كل حاجة بيناموا شوية وبيرتاحوا من كل اللي حصل معاهم. وفي الوقت ده الشرطة بتكون وصلت البنزينة اللي حصلت فيها الحادثة، وبيفضلوا يدوروا على أي حاجة توصلهم للشخص اللي عمل كده وأنهى حياة الكاشير، لكن مش بيوصلوا لحاجة. فبيكملوا في طريقهم لحد ما بيلاقوا الشاحنة بتاعت روي واقفة في الطريق، وبيروح المحقق المسؤول عن القضية يفتشها، وبيلاقي رخصة العربية في الكابينة وبيعرف إنها بتاعت روي، فبيفهم إنه ليه علاقة بالحادثة. وفي نفس اليوم جوليان كان واقف في الحانة بتاعته وسط رجالته وبيعاقب واحدة من البنات لأنها سببت له مشكلة كبيرة، وفجأة بيجيله اتصال من واحد من رجالته وبيبلغه بكل اللي حصل في البضاعة مع روي. وأول ما جوليان بيسمع الخبر بيتصدم، وساعتها كان في واحد من رجالة جوليان وفي نفس الوقت صديق لروي اسمه جيسون بيدخل يكلم شخص يعرفه من كابينة التليفونات وبيقول له إنه واقف مستنيه في المكان والميعاد اللي اتفقوا عليه. وبعد 5 دقايق بتوصل عربية شرطة وبتقف قدام كابينة التليفونات اللي جيسون كان بيتكلم منها، وهنا بنعرف إن جيسون بيخون جوليان وشغال تبع الشرطة، وبيحكي للضابط كل اللي جوليان عمله مع روي، وبيفهمه إن البضاعة اتسرقت وإن جوليان مش هيعدي الموضوع بالساهل وهياخد حقه من روي وعيلته. وتاني يوم الصبح افراد العصابه بياخدوا البضاعه اللي سرقوها وبيروحوا يسلموها لباولي المساعد الشخصي بتاع جوليان، وهنا بنكتشف ان باولي هو اللي عمل كل ده عشان يسرق البضاعه من غير ما جوليان يشك فيه. وفي الوقت ده روي بيكون واقف مع داني في الصحراء مكان ما الشاحنه اتسرقت منهم، ومش عارفين يعملوا ايه عشان يرجعوها تاني ويصلحوا الموقف. وفجاه جو اخوهم بيتصل على تليفون داني وبيبلغهم ان بناته الاثنين ومراته مش موجودين، وانه ما يعرفش مين اللي احتجزهم وعمل كده ليه. وقتها جوليان بيتصل بروي وبيعرفه انه احتجز بنات جو ومراته وانه مش هيفرج عنهم غير لما يرجع له البضاعه تاني، وبيديله مهله 48 ساعه بس علشان يشوف هيرجع البضاعه ازاي والا هيخلص عليهم. واثناء ما كان بيتكلم معاه كان مقرب التليفون بتاعه من تليفون داني عشان جو يسمعه. وبعد ما جوليان بيقفل معاهم بيسالوا جو هم فين عشان يجي لهم في اسرع وقت، ويتجمعوا يشوفوا هيعملوا ايه في المشكله اللي روي ورطهم فيها قبل ما جوليان ياذي مراته وبناته. ولما جو بيقفل معاهم بيروح بسرعه للاستابل بتاعه وبيفضل يحفر في الارض لحد ما بيوصل للمخزن اللي شايل فيه الاسلحه بتاعته، وبياخد كل الاسلحه اللي هيحتاجها من هناك وبيركب عربيته وبيطلع بيها على العنوان اللي داني وروي موجودين فيه. واول ما بيوصل بيهجم على روي وبيفضل يضربه لان هو السبب في كل اللي هم فيه. وقتها روي مش بيحاول حتى انه يدافع عن نفسه، لكن بيطلب من جو انه يوفر الضرب اللي بيضربه له وكل حاجه عايز يعملها لحد ما ينقذ بناته ومراته الاول، وبعدها هما الاثنين يبقوا يحلوا مشاكلهم مع بعض. فبيقتنع جو بكلامه وبيبعد عنه وبيسأله عن المكان اللي جوليان موجود فيه، وبيفهمه روي انه بيقضي اغلب وقته في القصر بتاعه وغالبا هيكون موجود هناك دلوقتي. فبيركبوا هما التلاتة مع بعض العربية وبيروحوا للقصر اللي جوليان موجود فيه. ولما بيوصلوا محدش فيهم بيدخل القصر، وبيقرروا يتفرقوا عن بعض هما التلاتة وكل واحد فيهم بيبقى معاه سلاح. وقتها جو بيطلب من داني انه يمسك سلاحه ويستخبى بعيد عن رجالة جوليان ويحاول على قد ما يقدر ما يخليش حد منهم يشوفه، وكمان يخلص على رجالة جوليان اللي واقفين قدام القصر
أما جو فبياخد روي وبيستعدوا عشان يدخلوا هما الاتنين للقصر، لأن روي حافظ المكان من جوه كويس جدا، وهو أكتر واحد هيساعد جو لحد ما يلاقي بناته ومراته وأي حد من رجالة جوليان بيقابلهم في طريقهم بيخلصوا عليه. وفي نفس الوقت باولي بيكون وصل القصر وبيدخل لجوليان وهو ناوي ياخد حقه منه، وبنعرف ان باولي بيكره جوليان من ساعة ما اشتغل معاه، لان هما الاتنين كانوا اصحاب وفي نفس مستوى بعض، لكن جوليان خد مكانه في العصابة وبقى رئيس عليه وبيعامله زيه زي اي حد، وكمان مش بيعمل حساب للصحوبية اللي كانت بينهم في يوم من الايام. وبعد ما باولي بيدخل لجوليان الاوضة اللي هو فيها بيطلع السلاح اللي معاه وبيصوبه ناحيته علشان يخلص عليه وياخد مكانه في العصابة، لكن فجأة بيسمعوا صوت ضرب نار بره، وطبعا داني بيكون هو السبب وبيلف باولي علشان يشوف ايه اللي بيحصل، فبيستغل جوليان ان انتباهه مشتت وبيضربه وبيوقعه على الارض وبيفقده الوعي، وبياخد السلاح بتاعه من على الارض وبيصوبه ناحية جو لما بيلاحظ انه بيهجم عليه، وكل واحد فيهم بيحط سلاحه على الارض وبيدور بينهم قتال حاد جدا، وبيحاول جو انه يخلص على جوليان وياخد حقه منه، لكن جوليان بيبقى اقوى منه وبيهزمه بكل سهولة وبيوقعه على الارض. وهنا روي بيدخل الاوضة اللي هم فيها وبيصوب سلاحه ناحية جوليان عشان ينهي حياته، بس جوليان بيضربه وبيوقعه على الارض وبيفقده الوعي. وفي اللحظة دي جو بيفوق وبيقوم عشان يضرب جوليان، لكن مش بيلحق يعمل حاجة لان باولي بيفوق وبيضرب نار على جو وبيصيبه، وبعدها بيضرب نار على جوليان وبيخلص عليه. وهنا رجالة جوليان بيدخلوا الاوضة بسرعة وبيسألوا باولي عن اللي حصل، فبيكذب عليهم وبيقول لهم ان روي هو اللي عمل كده في جوليان عشان يبعد عنه اي شبهة، لانهم لو عرفوا الحقيقة هيخلصوا عليه. وساعتها رجالة جوليان بيقرروا ينهوا حياة روي هو وعيلة اخوه وبياخدوهم لمكان تاني غير القصر اللي هم فيه، وبيروح باولي معاهم. وبعدها على طول جو بيفوق وبنعرف انه ما اتصابش لانه كان لابس قميص واقي ضد الرصاص، وبيخرج بسرعه من القصر عشان يطمن على داني، ولما بيشوفه بيبلغوا ان باولي خد روي والبنات وهرب من القصر، وبيقرروا يستعينوا بحد يعرفوه عشان يجي يساعدهم، لان هما الاتنين مش هيقدروا على باولي لوحدهم. فبيقتنع داني بكلامه وبيتصل بواحد صاحبه اسمه جيم وبيعرفه المشكله اللي هما واقعين فيها، وبيطلب منه يجيب اسلحه كتير ويجي، وبيوافق جيم يساعدهم رغم صعوبة الموقف، وبيجهز الأسلحة وبيروح يقابل جو ودوني وبيركب معهم العربية، وهم التلاتة بينطلقوا في طريقهم لباولي. وفي الوقت ده بتشوف الضابط اللي جيسون بيشتغل لحسابه وهو ماشي بالعربية ورايح على المكان اللي باولي محتجز روي والبنات فيه بعد ما جيسون بلغه بكل اللي حصل، وبيتواصل مع الشرطة عشان يبعتوا له قوات دعم على هناك لأنه مش هيقدر يقف لوحده قصاد رجالة باولي. وفي نفس اليوم باولي بيكون محتجز روي وعيلة أخوه في المنجم اللي بيطلعوا منه الأحجار الكريمة في الصحراء، وهنا روي بيفهم إن باولي هو اللي سرق شحنة الأحجار من البنزينة وهو كمان اللي خلص على جوليان، وبيتكلم باولي معاه وبيعرفه إنه مستعد يسيبه لأنه مش عايز منه حاجة، لكن بشرط إنه يقاتل واحد من رجالته قبل ما يمشي. فبيوافق روي على القتال وبتدور معركة شرسة جدا بينه وبين الخصم، بيبذل روي فيها كل جهده عشان يقدر ينقذ عيلة أخوه من باولي ورجالته. وفي اللحظة دي بيوصل جو وداني وجيم للمكان، وكل واحد فيهم بيشوف منطقة أمان وبيستخبى فيها، وبيبدأوا يخلصوا على كل رجالة باولي باستخدام القناصة. وقتها باولي بيتصدم وبيطلب من رجالته يشوفوا له مين القناص اللي عمال يخلص عليهم واحد ورا التاني، وبيفضل رجالة باولي يدوروا على القناص في الصحراء لحد ما واحد منهم بيشوف جيم، فبيهجم عليه وبيطلع أداة حادة ويجرحه بيها جرح عميق في رقبته، لكن داني بيوصل في الوقت المناسب وبيخلص عليه. وبعد شوية جو بيقدر يوصل لباولي وبيكون قريب منه وبيهجم عليه وبيفضل يضرب فيه لحد ما الشرطة بتوصل وبتمنعه، وبيقبضوا هم عليه وبيشكروا جو وروي وداني على المجهود اللي عملوه، وبيعرفوهم ان العصابة دي ليها تاريخ إجرامي طويل جدا، وان الشرطة بتحاول تقبض عليهم من زمان لكن كل مرة كانت بتفشل لحد ما هم ساعدوهم النهاردة. وبعد كام يوم بنشوف الإخوات التلاتة مع بعض في الاسطبل بتاع جو، وبيعتذر جو لروي عن الفترة اللي كان بعيد فيها عنه، وبيعرض عليه يجي يشتغل معاه في الاسطبل وما يرجعش لشغله القديم تاني، وبيوافق روي على العرض بتاعه. بيبدأ المسلسل مع الجندي المتقاعد جون واتسون وهو بيصحى من النوم مفزوع بسبب كابوس، وبنعرف انه كان دكتور في الجيش واتصاب في رجله في مهمة من المهمات وساب الجيش بعدها وتقاعد. وتاني يوم بيروح جون للدكتورة النفسية بتاعته وبيحكي لها عن الحياة الصعبة اللي عاشها في الجيش، وبيفهمها انه شاف اصحابه بيتصابوا وما قدرش ينقذهم، وبتهديه الدكتورة وبتفهمه انه مستحيل يتعالج بالطريقة دي، وبتطلب منه يتعرف على اصحاب جداد ويستمتع بحياته. وفي نفس الوقت بنشوف اشخاص مختلفة من المدينة بياخدوا حبوب وبيخلصوا على نفسهم، وبتفضل الحالات تزيد وبينتشر الرعب في المدينة، والشرطة مش بتقدر توصل للسبب
السبب وراء الجرائم دي. وبعدها لاسترد قائد الشرطة بيعمل مؤتمر صحفي، وبيبقوا الصحفيين مستغربين جدا بسبب حالات الوفاة الكتيرة، وبيخمنوا ان في شخص هو اللي بيخلص على سكان المدينة، وبيهديهم لاسترد وبيعرفهم ان الاشخاص اللي فقدوا حياتهم اخدوا حبوب وخلصوا على نفسهم عشان يهربوا من حياتهم الصعبة. وقتها بتيجي رسالة على تليفونات كل اللي في المكان من رقم مجهول، مكتوب فيها ان كل كلام لاسترد غلط، وان الصحفيين بيتأكدوا ان في شخص هو اللي بيخلص على الناس في المدينة، وبيتعصبوا جدا لان الشرطة بتحاول تتستر على الجريمة، فبيسيبهم لاسترد وبيمشي. في نفس اليوم كان جون بيتمشى في المدينة وبيشوفوا صديقه القديم براد، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، وبيتكلم جون معاه وبيفهمه انه بيدور على مكان يقعد فيه بعد ما عمل مشكلة مع اخوه وساب له البيت لانه مدمن، وبيعرفوا براد انه عنده صديق بيدور على شخص يشترك معاه في الشقة عشان يدفعوا فلوس الايجار مع بعض وتبقى التكلفة اقل، وبيقتنع جون بكلامه وبيوافق، وفعلا بيروح لمكان شغل الشخص اللي هيسكن معاه في الشقة، وبنعرف انه محقق خاص كبير اسمه شارلوك هولمز، وبيتعرفوا على بعض، وبيكون شارلوك شخص دقيق جدا وعنده قوة تركيز عالية، وبيقدر يحلل شخصية جون من اول ما بيشوفه، لدرجة انه بيعرف انه كان في الجيش وانه بيتعالج عند دكتورة نفسية، وبيتصدم جون من كلامه وبيبقى مستغرب ازاي عرف عنه كل المعلومات دي من اول مقابلة. وتاني يوم جون بيروح يقابل شارلوك عند البيت اللي هيسكنوا فيه مع بعض، وبيقعدوا يتكلموا عن الحوادث اللي بتحصل في المدينة، وهنا بيقاطعهم الشرطي لاسترد وبيطلب المساعدة من شارلوك، وبيفهمه ان في 4 حالات وفاة غامضة، وبيطلب شارلوك من جون انه يروح معاه لانه كان دكتور وممكن يستفيد منه ويحل القضية بسرعة. وهنا بنعرف ان متعة شارلوك في الحياة هي حل القضايا الصعبة، ولانه شخص مغرور بيبقى مبسوط جدا ان الشرطة طلبت مساعدته. وفي نفس اليوم كان شارلوك مع جون وفي الطريق لموقع الجريمة، وبيكون جون مستغرب جدا ازاي شارلوك عرف عنه كل المعلومات دي، وبيفهمه شارلوك انه استنتج من حلاقة شعره ووقفته انه جندي، ومن نظراته وتركيزه انه مدرب على اعلى مستوى. وهنا جون بيتصدم من ذكائه، وبعد شوية بيوصلوا لمكان الجريمة، وبتحاول سارة مساعدة لاسترد تمنعهم من دخول المبنى، وبيبان انها بتكره شارلوك وان في بينهم مشاكل قديمة، وبتكون شايفة انه شخص مجنون. ولما شارلوك بيعرفها ان لاسترد طلب مساعدته بتسمح لهم يدخلوا، وبيبدأ شارلوك يدور في المكان على اي دليل، وبيلاحظ ان الضحية كتبت بضوافرها اسم على ارضية البيت، وبيعرف من الخاتم بتاعها انها بتخون جوزها مع شخص تاني، وده لانها بتخلع الخاتم من ايديها بانتظام ومفيش اثار للخاتم على ايديها. وبينبهر جون بطريقة تفكيره، وبيخمن شارلوك ان الضحية كان معاها شنطة في طريقها عشان تقابل حبيبها، وبيتكلم مع لاسترد وبيفهمه انهم عشان يقدروا يحلوا القضية دي لازم يعرفوا مكان الشنطة، وبيأكد له ان في شخص هو اللي بيخلص عليهم وان الضحايا مش بيخلصوا على نفسهم. وبعد شوية سارة بتتكلم مع جون وبتفهمه ان شارلوك مريض نفسي ومحتاج يتعالج، وبتفضل تحذره منه. واثناء كلامهم بيستغرب جون لما بيشوف التليفونات اللي في الشارع بترن، وبيقرر يروح يشوف مين اللي بيتصل، وبيرد عليه شخص وبيكون شايفه عن طريق كاميرات المراقبة اللي موجودة في الشارع، وبيطلب يقابله، وبيركب جون عربية كانت في انتظاره وبيروح له، وبنعرف انه رجل سياسي اسمه مايكروفت، وبيفضل مايكروفت يسأل جون عن علاقته بشارلوك وازاي وافق يسكن معاه في نفس البيت، وبيعرض عليه مبلغ كبير في مقابل انه يديله معلومات عن شارلوك، بس جون بيرفض. ووقتها بتجيله رسالة من شارلوك وبيطلب يقابله في أسرع وقت. وفي نفس اليوم بيرجع جون للبيت وبيتكلم شارلوك معاه، وبيفهمه انه عرف مكان الشنطة وقدر يحل لغز القضية، وانه لاحظ ان تليفون الضحية مختفي، وبيخمن انه مع المجرم، وبيطلب من جون يبعت رسالة على تليفونها ويتفق معاه على ميعاد يقابله فيه وإلا هيبلغ عنه، وبيفهمه ان الشخص اللي خلص على الضحية سرق شنطتها وكان محتاج مكان يخبي فيه الشنطة قبل ما يخرج من المبنى وكاميرات المراقبة تصوره، وعشان كده قرر يرمي الشنطة من المبنى ويرجع لها بعد ما الموضوع يهدى. وبيروح شارلوك للمطعم اللي بعت عنوانه للمجرم، وبيقعد في مكان عشان يكشف الشارع كله ويشوف لو المجرم ظهر، وبعد شوية بيقف تاكسي قدام المطعم وبيخمن شارلوك ان المجرم موجود فيه، وبيقوم عشان يطرده، واول ما الشخص اللي في التاكسي بيشوفه بيهرب من المكان. وساعتها شارلوك بيغمض عينه وبيفضل يفتكر خريطة طرق لندن واقرب شارع ممكن يوصله للتاكسي قبل ما يهرب، وفعلا بيختصر الطريق وبيجري باقصى سرعة، وبينجح انه يقطع الطريق على العربية، وبيخدع الراكب اللي في التاكسي وبيفهمه انه شرطي وبيفتشه، وبيتضايق جدا لما بيكتشف ان تخمينه كان غلط وانه مش المجرم. وبيرجع شارلوك وجون للبيت وبيتفاجئوا بالشرطة وهي محاصرة المكان، وبيدوروا على ممنوعات
وبنعرف ان ليسترد بيضغط عليه عشان يخلص القضية بسرعة، وبيعرفه ليسترد ان الاسم اللي الضحية كتبته بضوافرها على الارض كان اسم بنتها ريتشل. وبيفضل شيرلوك يفكر ايه علاقة ريتشل بالقضية، وبيدخل على ايميل الضحية اللي كان مكتوب على الشنطة وبيكتب الباسورد اسم ريتشل، وبيقدر يحدد مكان تليفونها، وبيتصدم لما بيعرف ان التليفون في نفس المكان اللي هو موجود فيه. وفي الوقت ده بتقطعه هاتسن صاحبة البيت، وبتفهمه ان سواق التاكسي اللي طلبه في انتظاره، وبيستغرب شيرلوك جدا لانه مطلبش تاكسي، وبيخمن انه المجرم، وده لان سواق التاكسي شخص حركته سهلة ويقدر يحتجز ضحاياه بسهولة، وبيتأكد انه كان سواق التاكسي اللي اعترض طريقه مش الراكب. وقتها بتجيله رسالة على تليفونه من المجرم، وبيطلب منه يتكلم معاه، وبيخرج شيرلوك من البيت وبيقابله، وبيعرفه المجرم انه ما خلصش على الضحايا، وانه كان بيتكلم معاهم وهم بيخلصوا على نفسهم، وبيفهمه ان شغله كسواق تاكسي سهل المهمة عليه وخلى الشرطة مستحيل تشك فيه او تفكر تستجوبه. وبيكون شيرلوك عاوز ينادي على ليسترد عشان يقبض عليه، بس المجرم بيعرفه ان الشرطة لو قبضت عليه مش هيعترف لهم كان بيقول ايه للضحايا قبل ما يخلصوا على نفسهم. فبيقرر شيرلوك انه ما يبلغش الشرطة ويروح معاه ويعرف الطريقة اللي بيستخدمها على الضحايا. وساعتها جون بيشوفه وهو بيركب مع سواق التاكسي وبيقلق جدا. وبعد شوية بيقف المجرم عند مدرسة وبيصوب سلاحه على شيرلوك وبيطلب منه يمشي معاه، وفي نفس الوقت جون بيقدر يتتبع تليفون شيرلوك وبيحدد مكانه وبيتحرك على هناك. وبعدها بيطلع المجرم الحبوب اللي الضحايا كانت بتاخدها وتخلص على نفسها بيها، وبيعرفه ان في حباية منهم لو اخدها هتنهي حياته، وبيطلب منه ياخد واحدة، وبيفهمه انه هيلعب معاه لعبة وهياخد الحباية التانية، وبيأكد له انه عارف الحباية السليمة لكن هيسيب له حرية الاختيار الاول. وهنا شيرلوك بيستخدم تحليلاته وبيعرف انه منفصل عن مراته وعايش لوحده بسبب كريم الحلاقة اللي على دقنه، وكمان لان صورة اولاده اللي في التاكسي مفقود منها جزء، وبيخمن انه قاصص مراته من الصورة. وبينبهر المجرم بذكائه وبيعرفه ان في شخص هو اللي بيديله معلومات عن الضحايا وبيطلب منه يخلص عليهم. ولما شيرلوك بيسأله عن اسم الشخص ده بيتعصب المجرم عليه وبيطلب منه يختار حباية وإلا حياته هتنتهي. وبيخمن شيرلوك من طريقة مسكته للمسدس انه مزيف، وفعلا بيكون استنتاجه صح وبيرفض ياخد الحباية وبيقوم عشان يمشي، بس بيرجع في كلامه وبيكون عاوز يعرف نهاية اللعبة، وبيمسك حباية وبيبقى على وشك انه ياخدها، وبيظهر جون وبيصيب المجرم بطلقة وبيوقعه على الارض. وبيروح لشيرلوك وبيسأله عن اسم الشخص اللي بيموله، وبيعرفه المجرم ان الشخص اللي بيديله معلومات عن الضحايا اسمه مورياتي، وفي اللحظة دي بيفارق الحياة. وبعد شوية بيروح ليسترد لشيرلوك وبيسأله لو قدر يحدد الشخص اللي صاب المجرم ونهى حياته، وبيرفض شيرلوك يعترف على جون عشان ما يورطوش، وبيروح له وبيطلب منه يمسح البارود من على ايديه. وفجأة بيظهر مايكروفت وبنعرف انه اخو شيرلوك، وانه كان عاوز يعرف معلومات عنه لانه خايف عليه مش اكتر، وبيطلب منه شيرلوك انه يبعد عنه وبيسيبه وبيمشي. وبيتكلم مع جون وبيطلب منه يستعد عشان يساعده ويعرف مين مورياتي ويقبضوا عليه. وبعد كام يوم بنشوف بنت بتشتغل في متحف صيني اسمها سولان، وبيتكلم صديقها جاك معاها وبيبان انه معجب بيها، لكن هي بتتجاهل كلامه. وبعد ما بتخلص شغلها بتروح للمخزن وبتسمع صوت غريب، وفجأة بتشوف حاجة قدامها بتخليها تترعب. وبعدها شيرلوك بيروح البنك عشان يحقق في قضية جديدة، وبياخد جون معاه، وبنعرف ان في شخص احتجز واحد من موظفين البنك. وبيتكلم شيرلوك مع توني مدير البنك، وبنعرف انه صديقه من زمان. وبيستنتج شيرلوك ان توني كان مسافر برا البلد ولسه راجع، وبيسأله عن رحلته، وبيستغرب توني جدا لكن بيتجاهل كلامه، وبياخده وبيوريله رموز على حيطة في المكان، وبيفهمه ان المجرم رسمها بعد ما احتجز الموظف. وبيراجع شيرلوك كاميرات المراقبة لكن مش بيلاقوا اثر للمجرم، فبيروح لمكان الرموز وبيدور على اي دليل في المكان، وبيعرض توني مبلغ كبير عليه في مقابل انه يعرف مين المجرم، بس شيرلوك بيرفض وبيفهمه انه بيحب شغله ومش محتاج فلوس. وبيخمن ان المجرم دخل من شباك المكتب لان ده المكان الوحيد اللي مفيهوش كاميرات، وبيروح عشان يسأل الموظفين عن الضحية. وبيتكلم جون معاه وبيسأله ازاي عرف ان توني مسافر، وبيفهمه شيرلوك ان كان مجرد تخمين لان التاريخ اللي في الساعة بتاعته كان متغير، ولما رجع من السفر نسي يظبطه تاني. وفي نفس اليوم بيروح شيرلوك لبيت الضحية وبيتأكد ان المجرم شخص عنده لياقة بدنية عالية، وده لان شقة الضحية في الدور الرابع، ورغم كده المجرم دخل برضه عن طريق الشباك. وبيلاحظ شيرلوك ان في باب مقفول في المكان، وبيكسر الباب وبيتفاجئ بجثة موظف في البنك قدامه، وبيتدخل محقق اسمه رايان وبيعرف شيرلوك ان مفيش حد احتجز الضحية وانه صاب نفسه بطلقة، فبيسخر شيرلوك منه وبيفهمه ان الضحية كان بيستخدم ايده الشمال ومستحيل يعرف يصيب نفسه لان الطلقة في الجزء اليمين من راسه،
وبيستغرب راين هو ازاي عرف ان الضحية كان بيستخدم ايده الشمال، وبيفهمه شارلوك ان كل حاجة في بيته بتأكد ده زي بصماته اللي على الاطباق والمعالق، وبينبهر المحقق من ذكائه وبيقتنع بكلامه. وبعد شوية بيروح شارلوك لتوني وبيعرفه انهم لقوا جثة الموظف بتاعه، وبيطلب منه يحكي له عن الموظف، وبيتكلم توني معاه وبيديله معلومات اكتر عنه، وبيفهمه انه كان شخص ذكي جدا لدرجة انه كان مرة في الصين وخسر 5 مليون دولار وقدر يكسب اضعافهم في اسبوع واحد. فبيخمن شارلوك ان سفره للصين له علاقة بوفاته. وبالليل بنشوف صحفي اسمه باب بيجري في الشارع وباين عليه انه خايف جدا، وبيوصل لبيته وبيقفل كل الابواب اللي في المكان، وفجأة بيظهر قدامه شخص وبينهي حياته. وتاني يوم شارلوك بيحاول يفسر معنى الرموز اللي شافها في البنك بس مش بيقدر يوصل لحاجة، وبيشوف خبر الصحفي اللي فقد حياته وبيعرف انه توفي بنفس الطريقة اللي توفي بيها موظف البنك، وبيخمن انه نفس المجرم. وبعد شوية بيروح شارلوك للمحقق وبيفهمه ان الصحفي ابواب بيته كانت مقفولة، وان المجرم دخل من شباك البيت، ودي نفس الطريقة اللي المجرم خلص بيها على موظف البنك. وبيطلب منه ياخده لشقة الصحفي عشان يدور على ادلة اكتر، وبياخده المحقق للبيت، وبيفضل شارلوك يدور على اي دليل، وفعلا بيتأكد ان المجرم دخل من شباك البيت، وبيخمن انه شخص رفيع ووزنه خفيف، وبيدور في ممتلكات الصحفي وبيشوف كتاب كان اشتراه قبل ما يفقد حياته، وبيروح للمكتبة اللي اشترى منها الكتاب، وبيتصدم لما بيشوف نفس الرموز على رف في المكتبة. فبيرجع لبيته وهو محتار، وبيتأكد انه لو عرف معنى الرموز هيقدر يقبض على المجرم. وفي نفس اليوم شارلوك بيروح لشاب بيرسم على الحيطان في الشارع، وبيوري له صورة الدهان اللي المجرم استخدمه في كتابة الرموز، وبيسأله عن نوعه، ومش بيقدر الشاب يتعرف عليه، وبيطلب منه يديله مهلة عشان يجيب له معلومات أكتر. وبعدها بيروح شارلوك يدور على معلومات عن موظف البنك وخط سيره قبل ما يفقد حياته، وبيوصل جون لمكان شغل الصحفي وبياخد مذكراته، وبيقابل شارلوك في حي صيني، وبيدخله لمحل أثريات، وبيفهمه جون إن الصحفي كان هنا قبل ما يفقد حياته. وقتها شارلوك بيشوف الرموز وبيخمن إنها أرقام باللغة الصينية، وبيقعد مع جون في مطعم وبيفضلوا يحللوا علاقة الضحيتين ببعض. وبيفتكر شارلوك كلام توني مدير البنك عن الموظف وإنه كسب 5 مليون دولار في أسبوع، وبيخمن إن الضحيتين كانوا بيشتغلوا مهربين وإنهم سرقوا جزء من الفلوس، وعشان كده الشخص اللي بيشتغلوا عنده خلص عليهم. وأثناء كلامهم شارلوك بيشوف كتاب مرمي قدام بيت، وبيروح يمسكه وبيلاقي عليه مية، وبيخمن إن الكتاب موجود في مكانه من 3 أيام، وبيخبط على باب البيت بس محدش بيرد. فبيدخل من شباك وبيلاقي مية على الأرض، وبيتأكد إن في شخص في البيت، وبيفضل يدور على أي حاجة غريبة في المكان. وفجأة بيظهر المجرم وبيهجم عليه وبيلف قماشة حوالين رقبته وبيشدها بقوة، وبيبقى على وشك إنه ينهي حياته لكن بيسيبه على آخر لحظة وبيهرب. وبيخرج شارلوك وبيكتشف إن اسم صاحبة البيت هو سولان، وبيروح عشان يعرف معلومات أكتر عنها. وبعدها بيوصل شيرلوك للمتحف وبيتكلم مع جاك وبيسأله عن سولان، وبيعرفه جاك انها مختفية من 3 أيام. فبيروح شيرلوك للمكان اللي سولان بتقضي اغلب وقتها فيه، وبيتصدم لما بيشوف الرموز على تمثال في المكان، وبيخمن ان المجرم بيرسم الرموز قبل ما يخلص على ضحاياه عشان يخافوا ويستخبوا منه ويقدر يخلص عليهم من غير ما حد يشوفه. وبالليل بيقابلهم الشاب اللي شارلوك سأله عن الدهان، وبياخدوا المكان مرسوم عليه بنفس نوع الدهان، وبيبدأ شارلوك يربط الأحداث ببعضها وبيدور في المكان على أي دليل. وقتها جون بيشوف حيطة عليها رموز كتير وبيروح ينادي على شارلوك، بس لما بيرجع مش بيلاقي أي أثر للرموز. وساعتها جون بيطلع تليفونه وبيعرفه أنه قدر يصور الرموز قبل ما تختفي. وتاني يوم بيرجع شارلوك للمتحف وبيسأل جاك عن الرموز، وأثناء كلامهم بيلاحظ شارلوك إن في مجسمات من الفخار اتنظفت وترممت من وقت قليل، وبيتفاجئ لما بيعرف من جاك إن سولان هي الوحيدة اللي بترمم الفخار في المتحف، وبيتأكد إنها لسه عايشة ومستخبية في المتحف من المجرم، وبيروح يدور عليها، وفعلا بيدخل لأوضة سرية في المكان، وبيلاقيها وبيقعد يتكلم معاها، وبتفهمه سولان إن في عصابة اسمهم بلاك لوتس بيستخدموا الرموز قبل ما يخلصوا على الضحايا، وبتعرفهم إنهم منظمة متخصصة في التهريب الدولي في الصين، وإنها كانت فرد من العصابة هي وأخوها بس انفصلت عنهم لما عرفت بشغلهم المشبوع، وبتوري له وشم على رجلها، وبتقول له إن أي شخص من العصابة بيكون على رجله الوشم ده. بيسألها شيرلوك عن معنى الرموز، وبتفهمه سولان إن معنى الرموز موجود في كتاب. وساعتها شيرلوك بيسمع صوت غريب في المكان، وبيتأكد إن المجرم كان بيسمعهم، وبيروح عشان يطرده، وبيضرب المجرم نار عليه لكن مش بيقدر يصيبه، وفجأة بيختفي المجرم ومش بيبقى ليه أي أثر.
وفي نفس الوقت كانت سولان خايفة جدا ان المجرم ينهي حياتها، وفعلا بيظهر قدامها المجرم وبيقرر ينهي حياتها لانها خانتهم. وبنكتشف ان المجرم ده هو نفسه اخوها، وبيسمع جون صوت اطلاق النار وبيتضايق جدا لما بيشوف جثة سولان على الارض. وبعدها شارلوك بيروح للمشرحة وبيتفحص جثة موظف البنك والصحفي، وبيشوف الوشم على رجلهم وبيتأكد انهم كانوا افراد من العصابة، وبيتكلم مع راين وبيطلب منه يجيب له كل الكتب اللي في شقة الموظف والصحفي عشان يقدر يفسر الرموز ويعرف معناها. وفي نفس اليوم بيرجع شارلوك للبيت وبيخمن ان العصابة بتهرب اثار، وبيدور على الانترنت وبيكتشف ان في قطع اثرية مجهولة المصدر وصلت للبلد من الصين، وبيستنتج ان الموظف طمع في القطعة اللي كان بيهربها وعشان كده العصابة خلصت عليه. وتاني يوم شارلوك بيعرف ان جون معجب ببنت اسمها سالي، وبيسلمه تذاكر وبيطلب منه ياخدها للسيرك ويستمتعوا بوقتهم. وبالليل بيوصل جون وسالي للسيرك وبيتفاجئوا ان شارلوك هناك، وبنعرف انه خدهم للسيرك لانه شاكك ان اللي خلص على موظف البنك والصحفي بيشتغل فيه، وده لانه المجرم لياقته عاليه وبيقدر يتسلق الجبال والجدران. وبيروح شارلوك يدور في المكان على اي دليل، وفعلا بيلاقي الدهانات اللي المجرم بيرسم بيها الرموز وبيتاكد انه بيشتغل في المكان. وفجاه بيهجم فرد من عصابه بلاك لوتس عليه وبيوقعه على الارض، وبيشوفه جون وبيحاول يدافع عن صديقه بس بيضربهم فرد العصابه وبيوقعهم على الأرض، وبتهجم سالي عليه وبتضربه بخشبة على راسه وبتفقده الوعي. وبعدها بيرجعوا للبيت وبتشوف سالي الرموز وبتقدر تفسرها، وبتعرفهم ان الرموز عبارة عن لغة صينية قديمة وان كل رمزين بيدلوا على كلمة. وبتفسر سالي الرموز وبتكتشف ان معناها 9 مليون. وبيستغرب شيرلوك جدا وبيروح للمكتبة عشان يشوف الرموز اللي كانت هناك ويكمل الجملة، وفي الطريق بيخبط في شخص وبيوقع منه الكتاب بتاعه، وبيشوف شيرلوك الكتاب وبيفتكر انه لقى نسخة منه في بيت موظف البنك والصحفي، وبيحس انه له علاقة بالعصابة وبيجري ورا الشخص اللي خبطه وبياخد منه الكتاب وبيبدأ يدور فيه. وفعلا بيعرف ان العصابة بتدور على دبوس اثري 8 و9 مليون، وانهم بيستخدموا الكتب عشان يوصلوا المهمات الجديدة لرجالتها من غير ما يشوفوا بعض. وفي نفس الوقت ده بيخبط شخص على بيت جون وبيسدد له ضربة بتفقده الوعي وبيحتجزه هو وسالي. وبيرجع شارلوك للبيت وبيقلق لما مش بيلاقي جون، وبيشوف الرموز مرسومة في كل مكان وبيتأكد ان العصابة احتجزتهم. وقتها رئيسة العصابة بتتكلم مع جون وبتكون فاكرة انه شارلوك، وبتصوب مسدسها عليه وبتاخد سالي وبتحطها على جهاز وبتبقى على وشك انها تنهي حياتها. بس شارلوك بيوصل لمكانهم عن طريق جهاز التتبع اللي في تليفون جون، وبيبدأ يخلص على العصابة وبيروح عشان يحرر سالي قبل ما تتصب سهم وتفقد حياتها، لكن بيهجم عليه فرد من العصابة وبيحاول يخلص منه. وبيتدخل جون وبينقذ سالي على آخر لحظة، وبتوصل الشرطة للمكان وبتقبض على العصابة. وفي نفس اليوم بيروح شارلوك لماريا صديقة موظف البنك وبيسألها لو كانت على علاقة بيه، بس هي بتكذب عليه وبتفهمه انهم كانوا اصدقاء مش اكتر. وبيعرف شارلوك انها بتخدعه لان نوع الكريم اللي بتستخدمه كان في بيت موظف البنك، فبتعترف ماريا وبتفهمه انها ما كانتش بتحبه. وبيسألها شارلوك لو كان الموظف جاب لها اي هدايا لما رجع من الصين، وبيتفاجئ لما بتخلع دبوس من شعرها وبتسلمه له، وبيخمن ان موظف البنك خد الدبوس من الشنطة اللي كان بيهربها وما كانش يعرف قيمته واداه هدية لماريا، وعشان كده العصابة افتكرت انه بيسرقهم وانهوا حياته. وبتتصدم ماريا لما بتعرف ان تمن الدبوس 9 مليون دولار. وبعد كم يوم بنشوف شارلوك وهو قاعد مع مسجون عشان يحل القضية بتاعته، وبيعرفه المسجون انه كان في حانة مع مراته وشافته وهو بيتكلم مع بنت في المكان، ولما رجعوا للبيت حصلت بينهم مشكلة وطعنها بأداة حادة وانهى حياتها. وهنا شارلوك بيرفض يساعده وبيكون شايف انه مجرم ويستحق العقاب. وبعدها بيرجع للبيت وبيبقى حاسس بالملل لان مفيش قواضي يحلها، وبياخد مسدس جون وبيفضل يضرب نار في المكان، وبيروح لجون وبيهديه، وبيتصدم لما بيفتح التلاجة وبيلاقي فيها راس انسان. وبيعرفه شارلوك انه بيشتغل عليها عشان يحل قضية جديدة، فبيتضايق جون وبيسيبه وبيمشي. في اللحظة دي بيحصل انفجار في المكان وبيفقد شارلوك الوعي. وتاني يوم كان جون في بيت سالي وبيشوف خبر الانفجار على التلفزيون وبيقلق على شارلوك جدا، وبيروح يطمن عليه وبيفرح لما بيشوفه بخير وقاعد مع مايكروفت. وبيطلب مايكروفت من شارلوك انه يساعده في حل قضية، وبيفهمه ان في موظف حكومي اسمه واستي لقوا جثته على قضبان القطر، وبيبلغوا ان وزارة الدفاع كانت بتخطط لصنع صاروخ جديد وانهم نقلوا الخطط على ذاكرة التخزين، وبيفهمه انها مفقودة وانهم شاكين ان واستي هو اللي خدها. وقتها لاسترد بيتصل بشارلوك وبيطلب يقابله، وبيروح له شارلوك وبيعرف منه ان الانفجار اللي حصل في المكان نتيجة تسريب غاز،
وبيوري له صندوق وبيعرفه ان في حد ساب له رساله وتليفون فيه، وبيفحص شيرلوك الجواب وبيخمن ان واحده ست هي اللي كتبته، وبياخد التليفون وبيلاقي عليه صوره اوضه، وبيقدر شيرلوك يتعرف على الصوره وبيخمن ان ده تحذير لانفجار جديد، وبيرجع لبيته وبيطلع لاوضه في المبنى اللي ساكن فيه، ومش بيلاقي اي حاجه في الاوضه غير جزمه. ومع الوقت ده بيجي اتصال على التليفون اللي مع شيرلوك، وبتتكلم واحدة منهارة من العياط وبتطلب منه يساعدها، وبنعرف انها بتوصل رسالة لشيرلوك من المجرم اللي احتجزها، وبتظهر وهي متحوطة بمتفجرات وبتعرفه انه قدامه 12 ساعة بس عشان يحل اللغز وإلا هتفقد حياتها. وبعد شوية بيروح شيرلوك للمستشفى عشان يحلل الجزمة ويشوف لو عليها بصمات، ولما بيفحصها بيعرف ان صاحبها طفل وانه كان مصاب وعنده انحناء وإنها مصنوعة في إنجلترا من 20 سنة. وبيتكلم شيرلوك مع جون وبيقول له إن سنة 1989 كان في طفل بطل في السباحة اسمه كارل، وإنه غرق في مسابقة وفقد حياته، وإن الشرطة لما راحوا لخزنة اللبس بتاعته لقوا كل حاجته ما عدا الجزمة. وبيخمن شيرلوك إن الجزمة دي بتاعته. وفي نفس اليوم جون بيروح لمايكروفت عشان يعرف منه معلومات أكتر عن ويستي، وبيفهمه مايكروفت إن ويستي كان شخص كويس ومش منضم لأي جامعات، وانه كان مع حبيبته قبل ما يفقد حياته. وبالليل شيرلوك كان بيحاول يوصل لاي دليل ليه علاقه بالجزمه، وفعلا بيلاقي اثار السم في الرباط بتاعها، وبيخمن ان في شخص حط السم في مرطب القدمين بتاع كارل، وده خلاه يتشل ويفقد الحركه في الميه ويغرق، وان المجرم احتفظ بالجزمه عشان الشرطه ما تعرفش سبب الوفاه الحقيقي. وبيبعت شيرلوك رساله للمجرم وبيديله تحليلاته، وقتها بتتصل الست بيه وبتديله عنوانها عشان يحررها، وبيفرح شيرلوك جدا ان تحليلاته كانت صح وقدر ينقذها. وتاني يوم بتيجي لشيرلوك رساله فيها صوره عربيه، وبيخمن انه لغز جديد وبيبقى عايز يعرف مين الشخص اللي بيعمل كده. وفي الوقت ده بيجي له اتصال من شاب متحاوط بالمتفجرات، وبينقل له رساله من المجرم وبيعرفه انه نجح في حل لغز كارل، وبيفهمه انه خلص عليه زمان لانه كان بيستهزئ بيه، وبيديله مهله 8 ساعات عشان يحل اللغز الجديد. وبعدها الشرطة بتقدر توصل لمكان العربية، وبيعرف شيرلوك ان في موظف بنك اسمه قام اجرها من معرض عربيات، وانه بلغ مراته انه مسافر لرحلة عمل ومن وقتها مرجعش. وبيشوف شيرلوك دم في العربية بس مش بيلاقي الجثة. وفي نفس اليوم بيوصل شيرلوك لمعرض تأجير العربيات، وبيتكلم مع فان صاحب المعرض وبيسأله لو كان مسافر برا البلد، وبيفهمه فان انه ما خرجش من المدينة من فترة كبيرة، فبيطلب منه شيرلوك فلوس لانه نسي محفظته في البيت. وبعدها شيرلوك بيتكلم مع جون وبيفهمه ان فان بيخدعهم، وبيرجع للمعمل وبيحلل الدم، وبيكتشف ان الدم دخل تلاجة قبل ما يتحط في العربية، وبيخمن ان قام لسه عايش وانه زيف وفاته عشان ياخد فلوس التأمين على الحياة، وان فان هو اللي ساعده خباه في كولومبيا. وبيفهمه انه طلب فلوس من فان عشان يبص على محفظته، وبيأكد له ان شاف عملات من كولومبيا فيها، ده غير ان بشرته سمرت بسبب درجة الحرارة العالية هناك. وبينبهر جون بذكائه، وبيتكلم شيرلوك مع ليسترد وبيعرفه ان مرات قام هتاخد فلوس التأمين على الحياة وهتدفع نصها لفان لانه ساعدهم، وهتروح تعيش في كولومبيا مع جوزها، وبيطلب منه يروح يقبض عليهم. وساعتها شيرلوك بيبلغ المجرم باستنتاجاته وبينجح في انه ينقذ الشاب. وتاني يوم بيقعد جون مع شيرلوك وبيخمن ان الشخص اللي بيتحداه وبيلعب معاه اللعبة دي هو مورياتي اللي كان بيمول سواق التاكسي، وبيديله معلومات. وفي اللحظة دي بتيجي رسالة لشيرلوك فيها صورة واحدة، وبيعرف شيرلوك انها كوني مذيعة التلفزيون. وقتها بيجيله اتصال من واحدة عجوز متحوطة بمتفجرات وبتعيط، وبتفهمه ان قدامه 12 ساعة بس عشان يحل اللغز. وبيشوف شيرلوك الاخبار وبيعرف ان كوني فقدت حياتها قبل يومين. وفي نفس اليوم شيرلوك بيروح عشان يحلل الجثة وبيشوف جرح في ايدها، وبيعرفه لاسترد ان المساعد بتاعها راؤول هو اللي بلغهم، وبيفهمه انها جرحت ايديها بمسمار قديم والبكتيريا دخلت لمجرى الدم وفقدت حياتها. وبيفحص شيرلوك الجثة وبيشوف جروح تانية على ايديها، وبيتأكد ان الجرح اللي في ايديها اتعمل بعد ما توفت، وبيطلب من جون يروح لبيتها ويجمع معلومات اكتر. وبيوصل جون لبيتها وبيعمل نفسه صحفي وبيتكلم مع سين اخوها وبيسأله عنها، وبيتصل بشيرلوك وبيطلب منه يجيله. وبعد شوية بيوصل شيرلوك وبيعمل نفسه مصور وبيفضل يصور كل جزء في البيت عشان يحلله، ولما بيخرج من البيت بيخمن جون ان سين هو اللي خلص عليها لانها كانت بتستهزأ بيه في البرامج بتاعتها، وعشان كده حط سم على مخالب القطة بتاعتها وسممها.
بس شيرلوك بيفهمه ان كلامه غلط وبيقوله ان راؤول المساعد بتاعها هو اللي خلص عليها بامر من سين لانها هددته انها تحرمه من الورث. وبيخمن شيرلوك ان راؤول استخدم نفس السم اللي المجرم خلص بيه على كارل وحطه في حقن التجميل بتاعتها. وبيبعت شيرلوك رسالة للمجرم بتحليلاته وبتتصل بيه الست وبتنهار من العياط وبتحاول توصف صوت المجرم لشيرلوك، بس المجرم بيفجرها وبتفقد حياتها وبيتضايق شيرلوك جدا. وتاني يوم بيوصل لشيرلوك لغز جديد عبارة عن صورة شط، فبيتصل بليسترد وبيسأله لو كان في جريمة في المكان ده، وفعلا بيبقى في جثة هناك. وبيروح شيرلوك علشان يعينها وبيعرفه جون انه فقد حياته من 24 ساعة وان في اثار ضرب على وشه، وده معناه ان في حد دخل في قتال معاه قبل ما يفقد حياته. وبيفحص شيرلوك الجثة وبيعرفهم ان في مجرم اسمه جولم مطلوب للعدالة وان دي طريقته في التخلص من ضحاياه. وبيفهمهم ان جولم كان متورط في اكتر من جريمة لانه بيشتغل عند عصابات كبيرة. وبيستغرب جون وليسترد من كلامه وبيبقوا مش فاهمين حاجة. وبيعرفهم شيرلوك ان لبس الضحية رسمي وكبير عليه وبيخمن انه لبس الشغل، وكمان في حامل لاسلكي في البنطلون بتاعه واوردت رجله باينه، وده معناه انه كان حارس امن. وبيشوف جزء مقطوع من هدومه وبيخمن انها الشارة بتاعته، وبيتأكد انه بيشتغل في مكان او مؤسسة مشهورة، وبيلاقي في جيبه تذكرة وبيستنتج انه بيشتغل في متحف او معرض. وبيدور على الانترنت على اي معلومات وفعلا بيلاقي متحف مبلغ عن شخص مفقود اسمه أليكس. وبيخمن شيرلوك ان أليكس كان يعرف معلومات مهمة وعشان كده جولم خلص عليه. وبيفهمهم انه عارف المكان اللي جولم بيستخبى فيه وبيتحرك على هناك. وفي نفس اليوم شيرلوك بيدي ورقة لبنت متشردة عشان تراقب جولم وبيمشي، وبنعرف انها بتشتغل مخبرة معاه. وبعدها بيوصل شيرلوك للمعرض اللي أليكس كان بيشتغل فيه وبيتنكر في لبس حارس أمن، وبيشوف لوحة في المكان وبيتكلم مع مديرة المتحف وبيفهمها ان اللوحة مزيفة، وبتتعصب المديرة عليه وبتبقى فاكرة انه شغال في المكان وبتهدده انها هتطرده، فبيسخر شيرلوك منها وبيسيبها وبيمشي. وفي الوقت ده جون كان في بيت حبيبة ويستي اللي لقوا جثته على قضبان القطر، وبتعرفوا ان ويستي كان مخلص في شغله ومستحيل يخونهم ويسرق ذاكرة المخططات. وبتحكي له ان يوم الحادثة ويستي خرج من البيت عشان يقابل صديق ليه بس مرجعش. وبالليل شيرلوك بيروح للمخبرة بتاعته وبياخد منها ورقة فيها عنوان جولم وبيتحرك عليه. وبعد شوية بيوصل شيرلوك وجون لمكان مليان مشردين وبيشوفهم جولم وبيهرب منهم، وبيروح لوحدة في صالة عرض كبيرة علشان ينهي حياتها. وقتها كان شيرلوك وجون بيطردوه وبيوصلوا لمكانه وبيهجموا عليه، بس جولم بيكون ضخم جدا وبيفضل يضرب فيهم وبيهرب. وبعدها بيوصل شيرلوك للمتحف وبيجي له اتصال من المجرم وبيسأله لو كان حل اللغز، وبيسمع شيرلوك صوت طفل بيعيط وبيعرف ان المجرم هيخلص عليه. وهنا شيرلوك بيركز في اللوحة المزيفة اللي في المتحف وبيتكلم مع المجرم وبيفهمه ان في نجم مرسوم في اللوحة دي ظهر مرة واحدة سنة 1858، وان اللوحة الأصلية اترسمت سنة 1640، وده بيثبت ان اللوحة مزيفة. وفي نفس اليوم بتقعد الشرطة تستوجب مديرة المتحف وبيسألوها عن اللوحة الأصلية، وبتعرفهم ان تمن اللوحة 30 مليون دولار وانها كانت محتاجة الفلوس وعشان كده بدلت اللوحة بواحدة مزيفة، وان أليكس كشف خطتها وشافها وهي بتهرب اللوحة، وساعتها اضطرت تأجر جولم عشان ينهي حياته. وبينجح شيرلوك انه يحل اللغز. وتاني يوم جون بيروح للمكان اللي ويستي فقد فيه حياته وبيسأل العمال عن الحادثة، وبيعرفوا واحد منهم ان ما كانش فيه دم كتير مكان الجثة، فبيستغرب جون ازاي القطر خبطه وما نزلش دم كتير. وبيظهر قدامه شيرلوك وبيعرفوا ان ويستي فقد حياته في مكان تاني وان المجرم نقله للمكان اللي لقوا الجثة فيه. وبعدها شيرلوك بيروح لبيت جو اخو حبيبة ويستي وبيخمن ان هو اللي سرق الذاكرة من ويستي لان كان في بينهم مشاكل، بس مش بيلاقوا جو في البيت فبيستنوه لحد ما بيرجع وبيسألوه عن الذاكرة. وبيعرفهم جو ان ويستي كان سكران واتكلم عن الذاكرة قدامه، وهنا بنعرف ان جو بيتاجر في الممنوعات ومديون بمبلغ كبير وانه اضطر يسرق الذاكرة عشان يبيعها. وقتها ويستي اكتشف خيانته وعمل مشكلة معاه، وأثناء كلامهم مع بعض جو ضربه بالغلط ووقعه من على السلم وفقد حياته، وساعتها خد الجثة وسابها على قضبان القطر. ولما شيرلوك بيسأله عن مكان الذاكرة بيطلعها جو وبيسلمها له. وفي نفس اليوم جون بيتكلم مع شيرلوك وبيسأله لو كان سلم الذاكرة لمايكروفت، وبيكذب شيرلوك عليه وبيعرفه انه سابها مع المساعد بتاعه. وبيبعت رسالة للمجرم وبيفهمه ان الذاكرة اللي عليها خطط وزارة الدفاع معاه، وبيطلب منه يقابله في مقابل انه يديله الذاكرة، وبيتفق معاه على ميعاد.
وبالليل شيرلوك بيروح يقابل المجرم في المكان اللي اتفقوا عليه، وهناك بيتفاجئ بجون قدامه متحوط بمتفجرات، وفي اللحظة دي بيظهر المجرم وبيعرف عن نفسه، وبنكتشف انه مورياتي، وبيصوب شيرلوك مسدسه عليه، بس مورياتي بيعرفه ان رجالته محاصرة المكان ومصوبين اسلحتهم على جون وممكن يفجروه في اي لحظة، وبيفهمه انه عمل كل ده ودفع 30 مليون دولار عشان يسلي وقته ويلعب معاه، وبيطلب منه يسلمه الذاكرة، وبيطلع شيرلوك الذاكرة وبيرميها في حمام السباحة اللي جنبه، وبيهجم جون على مورياتي وبيمسكه، بس بيشوف ليزر على راس شيرلوك وبيعرف ان في قناص مصوب عليه، فبيضطر يسيب مورياتي يمشي، وبيفهمه مورياتي ان لعبتهم مع بعض لسه ما خلصتش، وبيشيل شيرلوك القنبلة عن جون، وفجأة بيرجع مورياتي مرة تانية وبيصوب رجالته أسلحتهم على شيرلوك وجون، وبيفهمهم مورياتي انه رجع في كلامه ومش عاوز يلعب معاهم تاني وهينهي حياتهم دلوقتي، فبيصوب شيرلوك مسدسه على المتفجرات، وبيكون على وشك انه يصيبها بطلقة ويفجر المكان باللي فيه، بس بيجي اتصال لمورياتي بيضايقه جدا، وبيعرف شيرلوك انه هيشوفه مرة تانية وبيمشي من المكان. وبعد كام يوم شيرلوك بيبدأ يحس بالملل لأن مفيش أواضي يحلها، وبيستقبل عملاء في بيته بس الأواضي بتاعتهم كلها بتبقى سهلة ومش بيرضى يحقق فيها. وتاني يوم بتدخل هاتسون عشان تساعد شيرلوك في تنظيف البيت، بتفتح التلاجة وتتصدم لما بتشوف صوابع إنسان، وفجأة بيدخل شخص للمكان وبيفقد الوعي، وبعد شوية بيفوق وبيقعد شيرلوك يتكلم معاه، وبيحكي له الشخص ده إن اسمه براين، وانه قبل 14 ساعة كان في طريقه لبيته، بس عربيته عطلت في نص الطريق وراح عشان يطلب المساعدة، واتفاجئ بجثة في المكان. وفي نفس اليوم بيوصل جون لمكان الجثة، وبيخمن ان المجرم استخدم حديدة وخلص بيها على الضحية، وبيتكلم شرطي في المكان، وبيكون فاكر ان براين هو اللي خلص عليه، وبعدها طلب المساعدة من شيرلوك علشان يداري على الجريمة، لكن بيتواصل شيرلوك معاه وبيفهمه ان من تحليلاته لبراين عرف انه شخص مش ذكي وضعيف ومستحيل يرتكب جريمة زي دي. وفي الوقت ده في أشخاص بتقتحم شقة شيرلوك وبيطلبوا منه يروح معاهم، وبيستنتج شيرلوك من البدل بتاعتهم وجزمهم إنهم بيشتغلوا في منصب سياسي. وبعدها بيوصل جون، وبنعرف إنه مايكروفت هو اللي عاوز يقابلهم، وبيتكلم معاهم وبيفهمهم إنه محتاج مساعدتهم في قضية جديدة، وبيدخل عليهم هاري رئيس مايكروفت وبيعرفهم ان لينا بنت رئيس الوزراء عندها مشكلة، وبيدي مايكروفت صورة لشيرلوك وبيفهموا ان البنت اللي في الصورة اسمها ارين ادلر، وانها كانت متجوزة من روائي مشهور لكن انفصل عنها بعد ما اكتشف خيانتها، وبيعرفوا انها غيرت مجال شغلها وبقت بتستخدم موقع على الانترنت وبتستدرج فيه السياسيين عشان تصورهم وتطلب منهم فلوس، وانها قدرت تستدرج لينا وتصورها، وبيبلغوا انهم عايزين يوصلوا لها هي والصور دي باي طريقة ويتخلصوا منهم، وبيعجب شيرلوك بالقضية وبيقرر يساعدهم. وفي نفس الوقت بتوصل لإيرين صور لشيرلوك، وبنعرف انها بتراقبه وعارفة انه هيجي لبيتها علشان يحقق معاها، وبتجهز نفسها. وبعد شوية بيوصل شيرلوك للبيت وبيطلب من جون انه يسدد له لكمة، وبيستغرب جون جدا وبيرفض، فبيسدد له شيرلوك ضربة قوية بتوقعه على الارض، وبيتعصب جون وبيسدد له لكمة بتخليه ينزف، وبيخبط شيرلوك على بيت إيرين، وبيتكلم مع سباث المساعدة بتاعتها وبيحاول يخدعها، وبيفهمها ان في مجموعة اشخاص هجموا عليه وسرقوا محفظته وتليفونه، وبتفتح له سبيث وبتروح إيرين تتكلم معاه، وبيتصدم شيرلوك لما بيعرف انها عندها خبر انه هيحقق معاها، وهنا بتسأله إيرين عن الشخص اللي فقد حياته في الغابة، وبيستغرب جون جدا انها عرفت لان القضية سرية ومحدش يعرف عنها حاجة، وبيفهمه إيرين انها عندها اصدقاء في الشرطة هم اللي حكولها عن القضية، وبيغير شيرلوك الموضوع وبيسألها عن صور لينا، وبترفض إيرين تسلمها له، فبيخدعها شيرلوك وبينجح انه يوصل لخزنة في المكان، وفجأة في عصابة بتقتحم المكان وبيطلبوا من شيرلوك انه يفتح الخزنة وإلا هيخلصوا على صديقه جون. وفعلا بيكتب شيرلوك تاريخ ميلاد إيرين، وبيسمع صوت غريب اول ما الخزنة بتفتح، وبيعرف انه فخ، وبتكون الخزنة فيها مسدس، وبيصيب فرد من العصابة بطلقة بتنهي حياته، وبياخد شيرلوك التليفون اللي عليه الصور وبيهجم هو وإيرين على باقي العصابة وبيفقدوهم الوعي، وبيخمن شيرلوك ان في مجموعة تانية من العصابة هتهجم عليهم، وبيخرج برا البيت وبيضرب نار عشان الشرطة تسمع صوت اطلاق النار وتيجي لمكانهم بسرعة، وبيفتح شيرلوك التليفون بس بيكتشف انه مقفول بكلمة سر، وبيتفاجئ لما بيشوف جثة سبيث على الارض،
وفي اللحظة دي بتحقنه إيرين بسم وبتفضل تضرب فيه وبتاخد التليفون منه وبتهرب من المكان. وتاني يوم بيسخر مايكروفت من شارلوك لأنه فشل في تنفيذ المهمة، وبيخمن شارلوك إن إيرين صورت لينا عشان تحمي نفسها من حاجة، وده السبب اللي خلاها ما طلبتش منها فلوس لحد دلوقتي. وبيسأل مايكروفت لو كان في سبب تاني، بيدوروا على الصور عشانه، وبيعرفوا مايكروفت ان القضية اتنقلت لشخص تاني وبيطلب منه يبعد عنها. وبليل بنشوف شارلوك وهو بيحتفل مع اصحابه براس السنة، وفجأة بتيجي رسالة على تليفون شارلوك من ايرين، وبتعرفوا انها سايبة له هدية على الدفاية بتاعته. وبيتصدم شارلوك لما بيفتح الهدية وبيلاقي التليفون اللي عليه الصور، وبيخمن ان في شخص حاول ينهي حياتها وعشان كده بعتت له التليفون قبل ما الشخص ده يسرقه. وبيتصل بمايكروفت وبيفهمه ان في شخص هيخلص على ايرين. وبعد شوية بيجي لشارلوك بلاغ عن جثة بنفس مواصفات ايرين، وبيروح للمشرحة عشان يتعرف عليها، وفعلا بيتأكد انها ايرين، وبيضايق مايكروفت جدا لانه مش هيقدر يوصل للصور. وتاني يوم شارلوك كان بيحاول يخمن باسورد التليفون بس كل استنتاجاته بتفشل. وفي نفس الوقت بينزل جون من البيت وبيلاقي في واحدة غريبة مستنياه وبتطلب منه يروح معاها لان في شخص عايز يقابله، وبتاخده المبنى مهجور. وبيتصدم جون لما بيشوف ايرين قدامه، وبيكون فاكر انها فقدت حياتها، وبتعرفوا ايرين انها زيفت وفاتها عشان تهرب من الاشخاص اللي عاوزين يخلصوا عليها، وانها بعتت التليفون لشارلوك عشان يحافظ عليه وبتطلب منه يساعدها عشان ترجعه تاني، بس جون بيرفض. فبتبعت ايرين الرسالة لشيرلوك وبتعرفه انها لسه عايشة وبتطلب تقابله. وقتها بيسمعوا صوت التليفون بتاع شيرلوك في المكان، وبيكتشفوا انه كان بيراقبهم وسمع كل حاجة. وبيرجع شارلوك للبيت وبيلاحظ آثار اقتحام، وبيعرف ان العصابة موجودة في المكان. ولما بيطلع للشقة بتاعته بيكتشف انهم محتجزين هاتسون، وبيسألوا على التليفون. وبيلاحظ شارلوك آثار ضرب على وش هاتسون، وبيتعصب جدا وبيتكلم مع القائد بتاعهم وبيطلب منه يمشي رجالته من البيت عشان يسلموا التليفون. وبيوافق القائد وبيخرجهم وبيروح لشارلوك عشان يفتشه، بس شارلوك بيرش في وشه مادة حارقة وبيسدد له ضربة بتفقده الوعي. وبعد شوية بيربطه في كرسي وبيتصل بالشرطة وبيبلغهم ان في شخص وقع من الدور التاني بتاع بيته وفقد حياته. وبيترعب قائد العصابة لما بيعرف ان شارلوك هيخلص عليه. وبالليل بتوصل الشرطة للمكان وبياخدوا جثته. وتاني يوم بيرجع شارلوك للبيت وبيتفاجئ بإيرين نايمة في الأوضة بتاعته، وبيقعد يتكلم معاها وبيسألها عن الناس اللي بتطاردها، وبتعرفوا إيرين إنهم أكبر سياسيين في العالم، وبتطلب منه ما يبلغش الشرطة عنها وإلا هتفقد حياتها. وبيخمن شارلوك إن التليفون عليه بيانات تانية مش صور بس، وبتفهمه إيرين إنها محتفظة بكل المعلومات اللي على التليفون عشان تحمي نفسها منهم. وبيقول لها شارلوك انها لو عرفته على محتويات التليفون هيساعدها. فبتاخد ايرين التليفون وبتفتحه وبتحكي له انها كانت مرتبطة بشخص من وزارة الدفاع، وانه في يوم من الايام سلمها رسالة مشفرة وفهمها ان الرسالة دي هتحمي العالم. وبيتعرفوا انها حاولت تفك الشفرة بس ما قدرتش. وبيشوف شارلوك الرسالة وبينجح ان يفك شفرتها، وبنعرف انها اماكن ركاب في طيارة هتقلع بعد 12 ساعة، والمفروض ان الطيارة دي هتنقذ العالم. وبيدور جون على الانترنت وبيوصل لرقم الرحلة، وساعتها ايرين بتبعت رسالة برقم الرحلة لمورياتي، وهنا بنكتشف انها بتشتغل لحسابه من الاساس. وفي نفس الوقت مورياتي بيبعت رسالة لمايكروفت وبيسخر منه لانه عرف ميعاد ورقم الرحلة، وبنكتشف ان مورياتي هيزرع قنبلة في الطيارة وهيفجرها. وبالليل شارلوك كان في بيته وبيجيله واحد من رجالة مايكروفت وبيسلمه تذكرة للطيارة اللي عليها القنبلة وبيطلب منه يروح معاه فورا. وبيتحرك شارلوك على المطار، ولما بيوصل بيتفاجئ ان كل الركاب عبارة عن جثث. وبيظهر مايكروفت وبيفهمه انه اقترح انهم بيحطوا جثث مكان الركاب علشان لو المرتزقة فجروا الطيارة يفتكروا ان عمليتهم نجحت، وساعتها هم مش هيبقوا خسروا اي ضحايا. ولما شارلوك بيسأل مايكروفت عن الطيار بيسخر مايكروفت منه وبيعرفه ان الطيارة مش هتقلع لان العملية كلها اتلغت بعد ما ايرين خدعته واستدرجته عشان يفك الشفرة قدامها وبعتتها بعدها المورياتي وكشفت المهمة للمرتزقة. وهنا بتظهر ايرين وبتتكلم مع مايكروفت وبتفهمه ان التليفون بتاعها عليه كمية كبيرة من الصور والاسرار اللي ممكن تدمر البلد كلها،
وبتعرض عليه إنها تسلمه له مقابل إنهم يدوها مبلغ كبير جدا ويحموها من مورياتي، وبتعرفهم إنهم لو كتبوا باسورد التليفون غلط هيتفجر ومش هيقدروا ياخدوا أي معلومة من عليه. وفي النهاية مايكروفت بيضطر يوافق على العرض بتاعها، بس فجأة شيرلوك بيسخر منها وبيمسك إيديها وبيقدر يعرف من نبضات قلبها إنها معجبة بيه، وبياخد التليفون وبيكتب أول 4 حروف من اسمه وبينجح إنه يفتحه، وبيسلمه لمايكروفت عشان ياخد المعلومات اللي عليه، وبيقول له إن ده كفاية علشان يصلح الغلطة اللي عملها لما سلمها الشفرة. وهنا إيرين بتنهار لأنها خسرت كل حاجة وبتعترف له بحبها، بس شيرلوك بيتجاهل كلامها وبيمشي. وبعد كام يوم بيروح شاب اسمه هنري لبيت شيرلوك وبيطلب منه يساعده علشان يعرف مين السبب في وفاة أبوه، وبيحكي له إنه من 20 سنة كان متعود يتمشى مع أبوه في الغابة، وفجأة هجم حيوان ضخم وشكله غريب على أبوه أنهى حياته، لكن الشرطة ما لقتش الجثة، وبيكون هنري شاكك إن الحيوان ده كان العلماء بيعملوا عليه تجارب وهرب منهم وخلص على أبوه. وبيسخر شيرلوك منه ومش بيصدق كلامه، وبيفهمه هنري إن أبوه كان عالم ووصل لمختبر بيعمل تجارب جينية على الحيوانات، وقرر يفضحهم وعشان كده خلصوا عليه. وبيسأله شيرلوك ليه قرر يدور عليهم بعد 20 سنة من الحادثة، وبيفهمه هنري إنه راح لمكان الحادثة مبارح وشاف آثار أقدام حيوان ضخم، فبيطلب شيرلوك من جون إنه يستعد عشان يحققه في القضية. وفي نفس اليوم بيوصل شيرلوك للغابة وبيشوف قرية قريبة وبيروح لها علشان يسألهم لو شافوا أي حيوانات ضخمة، وبيدخلوا المطعم وبيعرفهم شخص في المكان إنه عمره ما شاف حيوان بالمواصفات دي، وبيشاور لهم على مرشد سياحي اسمه فيتشر، وبيفهمهم إنه شاف وحش ضخم وهو في رحلة مع مجموعة سياح. فبيروح له شيرلوك وبيسأله عن الوحش وبيوريله فيتشر صورة بس ما بتكونش واضحة، وبيسخر شيرلوك منه وبيعرفه فيتشر إنه شاف الوحش في منطقة اسمها هولو، وبيفهمه إنها قريبة من مختبر عسكري، وبيخمن إن الوحش ده هرب من المختبر، وبيحكي له إنه كان عنده صديق بيشتغل في المختبر ده، وفي يوم من الأيام جاله البيت وهو مفزوع وحكى له عن المختبر وإن في كلاب هناك بحجم الأحصنة، لكن صاحبه من بعدها اختفى ومحدش قدر يوصل له، وبيوريله فيتشر آثار أقدام وبيتأكد شيرلوك من كلامه. وبعد شوية بيوصل شيرلوك للمختبر وبيسلم حارس الأمن هوية أخوه، وبيسمح له الحارس بالدخول لأن مايكروفت سياسي في وزارة الدفاع، وبيفضل شيرلوك يدور في المكان على أي دليل يثبت إن في حيوانات ضخمة، بس مش بيلاقي حاجة وبيمشي من المختبر قبل ما يعرفوا إنه مش مايكروفت ويقبضوا عليه، وبيعترض جندي طريقهم وبيكون على وشك إنه يقبض عليهم، وبيتدخل دكتور في المختبر اسمه باب وبينقذهم، وبيتكلم مع شيرلوك وبيخمن إنهم بيحققوا في قضية هنري، وبيعرف عرفوا ان ابو هنري كان صديقه وبيديله رقم تليفونه وبيفهمه انه هيقدر يساعده في القضيه. وبعدها بيوصل شيرلوك لبيت هنري وبيفهمه انه هياخده المكان الحادثه عشان يشوف لو في حيوان هيهجم عليه ولا لا، وبيتصدم هنري من كلامه وبيخاف جدا، لكن بيضطر يوافق عشان يثبت لهم كلامه. وبالليل بيوصلوا المكان الحادثه وبيسمع جون صوت حد بيتحرك بس بيكون فاكر انها تخيلات، وساعتها بيشوف شخص بينور بكشاف من بعيد وبيخمن انها شفرة موريس، بيروح ينادي على شيرلوك وفجأة بيعدي حيوان غريب من وراه بس مش بيقدر يشوفه، وفي نفس الوقت شيرلوك بيشوف الحيوان وبيخاف جدا وبيمشي من المكان، وبيتكلم مع جون وبيعرفه انه كلب عملاق معدل وراثيا، وبيسخر جون منه ومش بيصدقه. وفي نفس اليوم كان هنري بيتفرج على التلفزيون وفجأة بتشتغل انوار الحديقة وبيشوف الحيوان قدامه وبيخاف جدا، وبياخد المسدس بتاعه عشان يخلص عليه بس الحيوان بيختفي. وتاني يوم بيرجع شيرلوك للمختبر وبيكون شاكك انهم مخبيين حاجة، وبيتكلم معاه جندي في المكان وبيفهمه انه غير مصرح ليه بالدخول، وبيمشي شيرلوك وبيسيب جون في المختبر، وبيفضل جون مستخبي لحد ما العمال كلهم بيمشوا، وبيخرج بعدها يدور في المكان على اي دليل، وبيستغرب جدا لما بيشوف قفص مكسور في المكان وبيحاول يخرج بس مش بيعرف وبيفضل محتجز هناك، وفجأة بيسمع صوت غريب وبيخاف جدا وبيدخل جوه قفص وبيقفل على نفسه. في الوقت ده بيجيله اتصال من شيرلوك وبيفهمه انه دخل للمختبر، وبيعرفه جون ان الحيوان عنده وهيخلص عليه، وبيوصل شيرلوك لمكانه في الوقت المناسب ومش بيلاقي اثار للحيوان، وبيهديه وبيعرفه انها مجرد تخيلات، وبيخمن شيرلوك ان في شخص بيخدرهم بمادة عشان يتخيلوا ان في حيوان ضخم بيهجم عليهم، وبيفحص عينات سكر شربها في مطعم جنب مكان الحادثة بس مش بيوصل لحاجة، وبيفضل يفكر ازاي المخدر دخل جسمه، وبيطلب من دكتورة في المكان انها توريله التجارب اللي حصلت من 20 سنة، وبيرفض الكمبيوتر كلمة السر بتاعتها، وبتفهمه الدكتورة انها ما عندهاش صلاحية توصل للملفات اللي في الوقت ده، وبتعرفه ان قائد الجنود بامر
والوحيد اللي يقدر يوصل لها، وبيدخل شيرلوك لمكتب باعمير وبيستنتج من صورته مع أولاده ووصف الدكتورة لي كلمة السر بتاعته، وبينجح إنه يوصل للملفات. وفعلا بيكتشف إن في علماء من 20 سنة صنعوا مخدر اسمه هاوند بيخلي الشخص اللي استخدمه يتخيل حاجات خارقة للطبيعة، وإنهم صنعوه عشان يحاربوا الأعداء بيه ويخوفوهم. وبيخمن شيرلوك إن الدكتور باب هو اللي بيخدرهم، لأنه كان من ضمن العلماء اللي صنعوا المخدر وهو الوحيد اللي لسه عايش. وفي الوقت ده بتتصل لويس المعالجة النفسية بتاعت هنري بجون، وبتعرفه إن هنري بيتخيل الحيوان في كل مكان، وإنه خد مسدس وخرج من البيت عشان يخلص عليه. وبيخمن شيرلوك إنه هيروح لمكان الحادثة، وبيتصل بلاسترد وبيديله عنوان هنري وبيطلب منه يروح للعنوان في أسرع وقت. وبعد شوية بيوصل شيرلوك لمكان هنري وبيشوفه وهو على وشك انه يخلص على نفسه، وبيهديه وبيفهمه ان اللي خلص على ابوه بشر مش حيوان. وبيفتكر هنري يوم الحادثة، وفعلا بيكتشف ان كان في شخص لابس قناع، وبيعرفه شيرلوك ان اللي خلص على ابوه اداله مخدر عشان يتخيل ان وحش ضخم هو السبب في وفاة ابوه، والشرطة ما تصدقش كلامه. وفي اللحظة دي بيظهر قدامهم كلب ضخم وبيخافوا جدا، وبيشوف شيرلوك شخص واقف بعيد وبيروح له وبيشيل القناع من على وشه، وبيتصدم لما بيشوف مورياتي، بس بيكتشف انه بيتخيل، وبيطلع ان الدكتور باب هو اللي كان لابس القناع. وبيتأكد شيرلوك ان الضباب مزيف وانه عبارة عن دخان فيه مخدر خلاهم يتخيلوا ان فيه كلب ضخم قدامهم. وبتضرب لاسترد طلقة على الكلب وبينجح انه يصيبه، وبيروح هنري عشان يتأكد لو الكلب عملاق ولا لا، بس بيلاقيه كلب طبيعي، وبيضايق جدا ان باب خدعه كل السنين دي وبيهجم عليه. وفي اللحظة دي بتظهر مجموعة كلاب تانية وبيستغل باب انهم مش مركزين وبيهرب منهم، بس بيدخل لحقل ألغام وبيدوس على لغم وبيتفجر وبيفقد حياته. وتاني يوم بنشوف الناس وهم بيكرموا شيرلوك وجون لأنهم بيحلوا القضايا ويحققوا العدالة، وبيكون شيرلوك مبسوط جدا. وفي نفس الوقت مورياتي كان بيصور حراس برج لندن وبيدخل للبرج، وبنعرف انه عاوز يسرق مجوهرات ملكية، وفجأة بيعطل كل كاميرات المراقبة وبيرش مادة مخدرة في وش حارس الأمن وبيفقده الوعي، وبيستخدم تليفونه وبيخترق بنك وبيفتح الخزنة بتاعته، وكمان بيقدر يعطل نظام الأمن في سجن من السجون، وبياخد طفاية حريق وبيكسر بيها صندوق المجوهرات. وفي اللحظة دي الشرطة بتقتحم المكان وبيشوفوا مورياتي وهو قاعد في انتظارهم ولابس المجوهرات وبيقبضوا عليه. وبعد كام يوم شيرلوك بيروح يحضر محاكمة مورياتي وبيوصل للمحكمة وبيشهد ضده. ولما بيرجع للبيت جون بيستغرب ازاي مورياتي قدر يخترق نظام اكتر 3 اماكن متأمنة في العالم وليه سلم نفسه للشرطة. وبيخمن شيرلوك انه قاصد يدخل السجن عشان مهمة جديدة. وبعد فترة القاضي بيطلب من مورياتي انه يدافع عن نفسه، بس مورياتي بيرفض، ووقتها بيفرج القاضي عنه بسبب آراء هيئة المحلفين. وفي نفس اليوم بيروح مورياتي لبيت شيرلوك وبيحكي له ازاي خرج من السجن، وبيفهمه ان هيئة المحلفين كانوا قاعدين في فندق ومستنيين ميعاد المحكمة، وبنعرف انه اخترق التلفزيونات اللي موجودة في الفندق ووصل لهم رسالة انهم لو رفضوا يساعدوه هيخلص على اولادهم، وبيطلب من شيرلوك انه يستعد عشان اللغز الجديد. وبعد شهرين كان جون عند البنك وبتجيله عربية، وبيعرف انها تبع مايكروفت وبيروح معاهم. ولما بيوصل بيسلمه مايكروفت ملف فيه معلومات عن شخص اسمه سليماني من القوات الخاصة الألبانية، وبيفهمه انه سكن في شقة قريبة من بيته، وبيديله ملف تاني وبيعرفه انه خاص بمقاتلة روسية اسمها روكي وسكنة في الشقة اللي قدامه. وبيخمن مايكروفت ان مورياتي هو اللي اجرهم عشان يخلصوا على شيرلوك، وبيطلب منه يحذر شيرلوك ويحميه منهم. وبعد شوية بيرجع جون للبيت وبيلاحظ ان في جواب على الارض، وبيفتحه وبيستغرب جدا لما بيلاقي جواه رمل، وبيطلع عشان يعرف شيرلوك، وبيتفاجئ بلاسترد في المكان وبيخمن انها قضية جديدة. وبيعرفه شيرلوك ان في شخص هاجم على مدرسة ماكس وكلودات أولاد برول سفير الولايات المتحدة واحتجزهم. وبعد شوية بيوصل شيرلوك لمكان الحادثة وبيتعصب على العاملة اللي في المكان لأنها أهملت الأطفال وما قدرتش تحميهم، وبتعرفوا العاملة أنها قفلت كل الأبواب وتأكدت أن كل طفل وصل لأوضته بعد اليوم الدراسي. وبيدخل شيرلوك للمدرسة وبيفضل يدور على أي دليل في المكان، وبيستخدم أشعة فوق بنفسجية، وفعلا بيلاقي الأطفال كاتبين على الحيطة وبيطلبوا المساعدة. وبيشوف شيرلوك خطوات رجلهم على الأرض وبيمشي وراها، وبيخمن أن المجرم خدهم وهرب من الشباك. وفي نفس اليوم بيوصل شيرلوك للمعمل وبياخد آثار أقدام المجرم وبيحللها، وبيتفاجئ جون لما بيشوف ظرف كان في المدرسة عليه نفس ختم الظرف اللي لقاه قدام البيت. وبيحاول شيرلوك يفسر علاقة الرمل بالحادثة، وبيفتكر قصة قديمة كان بيسمعها وهو صغير، وبيتأكد إن المجرم بيقلدها.
وبعد ما شيرلوك بيحلل آثار جزمة المجرم بيطلب من ليسترد إنه يدور على مبنى فيه أسفلت ونبات وغبار وشوكولاتة، وبيستغرب ليسترد من كلامه وبيفهمه إن المدينة فيها مباني كتير وإنهم مستحيل يقدروا يلاقوها. وهنا شيرلوك بيستخدم علاقاته مع المخبرين وبيديلهم رشوة في مقابل إنهم يلاقوا المبنى، وفعلا بيوصل لمصنع قديم وبيشوف ورق شوكولاتة مفتوح على الأرض وبيتأكد إنه المكان الصح وإن الأطفال موجودين هنا. وبيمسك شيرلوك ورقة شوكولاتة وبيشم فيها ريحة غريبة، وبيتصدم لما بيعرف ان المجرم دهن الورق بالزئبق عشان يفضلوا ياكلوا شوكولاتة لحد ما حياتهم تنتهي من غير ما يتورط مع الشرطة. وفعلا بيلاقي شيرلوك الاطفال قدامه، وبيكون ماكس مصاب وبياخدوه للمستشفى. وفي نفس اليوم شيرلوك بيروح يتكلم مع كلودات، وبتترعب كلودات اول ما بتشوفه وبتفضل تصرخ. بيستغرب شيرلوك جدا، وفجأة بتشتغل اضاءة مبنى قدامه وبيكون مكتوب على الشبابيك بتاعته رسالة، وبيخمن ان مورياتي هو اللي عمل كده. وبيركب شيرلوك تاكسي عشان يرجع البيت، وبيخترق مورياتي الشاشه اللي في العربيه وبيتكلم معاه وبيسخر منه وبيفهمه انه خسر في اللعبه وانه استدرجه للمصنع عشان يخلي الشرطه تقبض عليه وتفكر انه المجرم، وان كل القضايا الصعبه اللي حلها كانت من تخطيطه وهو اللي ارتكبها. وبيتضايق شيرلوك جدا وبينزل من التاكسي، وبيكتشف ان سواق التاكسي هو نفسه مورياتي وبيحاول يمسكه، بس مورياتي بيهرب منه وبتكون في عربيه على وشك انها تخبطه. وبينقذه سليماني على آخر لحظة وبيشكروا شيرلوك، وفجأة بيتصاب سليماني بطلقات بتخترق جسمه وبتنهي حياته. وفي نفس الوقت سارة بتتكلم مع ليسترد ومش بتبقى مصدقة ان شيرلوك وصل لمكان الأطفال عن طريق حمض من جزمة المجرم، وبتشك ان هو نفسه المجرم لان كلودات اول ما شافته فضلت تصرخ وخافت منه. وبعد شوية بيتكلم جون مع شيرلوك وبيعرفه ان مايكروفت اداله ملف سليماني وحذره منه، وبيخمن شيرلوك ان سليماني كانت مهمته هي انه يحميه مش يخلص عليه، وانه لما انقذ حياته قبل ما العربية تخبطه في شخص قرر يتخلص منه. وبيفضل يدور في المكان على اجهزة تجسس، وفعلا بيلاقي كاميرات مراقبة في شقته. وفي نفس اليوم الشرطة بتقبض على شيرلوك وجون، وفجأة شيرلوك بياخد مسدس وبيصوبه على افراد الشرطة، وبياخد جون وبيهربوا من المكان. وبيحس شيرلوك ان في حد ماشي وراه، وبيقف قدام اتوبيس عشان يشوف لو كان الشخص ده هيحميه ولا لا، وفعلا بيهجم الشخص عليه وبينقذ حياته، وبيصوب شيرلوك مسدسه ناحيته وبيسأله هو شغال لحساب مين، وبيعرفه الشخص ده انه من منظمة مرتزقة وانهم بيدوروا على شفرة مورياتي استخدمها عشان يخترق انظمة البرج، لان الشخص اللي هيلاقي الشفرة هيتحكم في العالم كله. وبيفهموا انهم كانوا بيراقبوه لان مورياتي سايب الشفرة في بيته. وفجأة بيتصاب الشخص ده بطلقات بتخترق جسمه وبيفقد حياته. وبعد شوية بيوصل شيرلوك وجون لبيت صحفية كتبت عنه انه مجرم لانه عاوز يقنعها تحسن صورته قدام الناس عشان ما يخسرش شعبيته. وفجأة بيظهر قدامه مورياتي، وبنكتشف انه بيخدع الصحفية ومفهمها انه ممثل اسمه ريتشارد، وان شيرلوك كان مأجره علشان يزيف جرايم ويحلها ويزود من شعبيته، وانه مستخبي عندها لانه خايف من شيرلوك. وبيتعصب جون عليه لانه كان عاوز يفجره، وبيحاول مورياتي يوقع بينهم وبيقول له ان شيرلوك هو اللي دفع له فلوس عشان يعمل كده. فبيتعصب شيرلوك وبيحاول يهاجمه، وبيجري مورياتي باقصى سرعه وبيهرب من المكان. وتاني يوم شيرلوك بيتكلم مع جون وبيفهمه انهم لو لقوا الشفره هيقدروا يهزموا مورياتي، وبيخمن ان مورياتي كان سايب الشفره في بيته عشان يورطه مع الشرطه والجرائم تثبت عليه، وبيبعت رساله لمورياتي وبيطلب يقابله. وبعد شويه بيروح شيرلوك لمكان مورياتي وبيعرفه مورياتي انه حاسس بملل لانه قدر يهزمه ومش هيلاقي شخص بنفس ذكائه يتحداه ويتسلى معاه، وبيسخر منه وبيفهمه انه مش مخبي شفره في بيته ولا حاجه، وانه كان بيخدعه عشان يستدرج مجموعه من المرتزقه وينهي حياتهم. وبيعرفه انه لما دخل البرج ما استخدمش شفرات، وانه كان متفق مع حارس الامن انه يعطل كاميرات المراقبه مش اكتر. وبيتعصب شيرلوك عليه وبيبقى على وشك انه يرميه من سطح المبنى، بس مورياتي بيهدده وبيطلب منه ينط ويخلص على نفسه والا هو هينهي حياه كل اللي يعرفهم. وبيفهمه ان رجالته لو ما شافوش جثته على الارض هينفذوا اوامره وهيخلصوا على اصدقائه. فبيسخر شيرلوك منه وبيفهمه انه مش مجبر ينهي حياته بنفسه، لانه طول ما هو عايش رجالته مش هيقدروا يعملوا حاجه لاصحابه، وده لان اكيد في معاه شفره توقفهم وهو مش هيسيبه غير لما يقولوا عليها. وهنا مورياتي بيحس ان شيرلوك هذا مره تانية وعرف حل اللغز، وفجاه بيطلع سلاحه وبيصيب نفسه بطلقه وبينهي حياته. فبيتضايق شيرلوك جدا لان الطريقه الوحيده اللي كان هينقذ بيها اصحابه راحت. وقتها بنشوف واحد من رجاله مورياتي متنكر كعامل صيانه في بيت هاتسون، وواحد تاني عند ليسترد في المكتب،
والتالت في انتظار جون، وبيكون شيرلوك خايف عليهم جدا ومش بيبقى قدامه حل تاني وبيقرر ينط. وفي الوقت ده بيوصل جون عند المبنى وبيتصل شيرلوك بيه وبيودعه، وبينط من المبنى وبيفقد حياته. وبينهار جون من الزعل عليه، وبيشوف رجالة مورياتي جثته وبيلغوا المهمة. وبعد فترة جون بيروح يزور قبر شيرلوك، وساعتها بنشوف شيرلوك وهو واقف يتفرج عليه من بعيد، وبنكتشف انه لسه عايش. بيبدأ الفيلم مع شخص اسمه وال، وهو لسه وصل مطار اسبانيا عشان يقضي اجازة الصيف مع عيلته، وبيكون ابوه مارتن مستنيه في المطار، وبيركبوا هما الاتنين العربية عشان يروحوا المركب اللي باقي العيلة موجودين فيه، لانهم طالعين رحلة صيد تاني يوم. وفي الطريق مارتن بيسأل ويل عن شغله، وبنعرف ان ويل شغال في بورصة وول ستريت، وان مارتن شغال موظف في السفارة الامريكية في مدينة مدريد. وبيبقى ويل مش مبسوط بشغلانة ابوه، وبينصحه يستقيل ويرجع تاني لشغله في امريكا، لكن مارتن بيرفض وبيفهمه انه مرتاح في اسبانيا. واول ما ويل بيوصل المركب بيترحب بيه امه لوري، وبتكون فرحانة جدا انها شافته بعد فترة طويلة من غيابه عنها. وبيجي جوش اخوه يسلم عليه هو كمان، وبيعرفه على دارا خطيبته، وبيفهمه انهم هيتجوزوا قريب قوي. وفي نفس اليوم بالليل العيلة كلها بتتجمع على العشاء، وبيجي تليفون لوال وبيقوم يرد بعيد عنهم، وبيبقى مارتن مركز جدا معاه. وبعد شوية بيرجع وال وبيعرفهم انه مش هيقدر يكمل معاهم اسبوع، ولازم يقطع اجازته ويسافر لانه اكتشف ان شركته افلست رسميا، وبيسيب العشاء وبيمشي. وكلهم بيكونوا زعلانين جدا علشانه، وبيروح مارتن يتكلم معاه وبيحاول. وتاني يوم الصبح العيلة كلها بتطلع رحلة صيد بالمركب بتاعتهم في قلب البحر، وكلهم بيبقوا مبسوطين جدا ومندمجين مع بعض، على عكس وال اللي ماسك تليفونه طول الرحلة واخد جنب بعيد عن اهله. وطبعا مارتن بيبقى متضايق منه جدا، وبيحاول لوري تهديه. وبعد شوية مارتن بيسيب دفة القيادة بتاعت المركب، وبيطلب من وال يسيب تليفونه ويجي يقف مكانه، وبيطلب منه يستمتع معاهم بالرحلة. وفي الوقت ده بيلاحظوا ان في مجموعة مراكب صغيرة بتلف حواليهم، فبتقوم دارة عشان تتفرج عليهم. وفجأة الهواء بيزيد لدرجة ان الشراع بتاع المركب بيلف وبيكون هيخبط دارة، وبيتحرك ويل من مكانه بسرعة وبينقذها على اخر لحظة، لكن دارة بتكون اتصابت اصابة بسيطة في راسها، وكلهم بيجروا ناحيتها علشان يطمنوا عليها. اما مارتن فبيتعصب على ويل لانه لو كان مركز في القيادة ما كانش كل ده حصل، وبيمسك التليفون بتاعه وبيرميه في المية. وبيتضايق ويل من طريقة ابوه معاه، وبينط في المية عشان يروح المدينة يشتري تليفون جديد، وكمان علشان يجيب ادوية ومطهر من صيدلية للجرح بتاع دارة. وبعد ما بيجيب كل حاجة وبيرجع للشاطئ بيتفاجئ لان المركب بتاعت عيلته مش موجودة، وبيفضل يسأل الناس اللي هناك على مكانها، لكن محدش فيهم بيبقى فهمه لانه مش بيعرف يتكلم اسباني. فبيقرر يطلع فوق الجبل يدور على المركب، وفعلا بيشوفها، وبينزل تاني بسرعة وبيروح على هناك. واول ما بيوصل بيتصدم ان المركب فاضية ومفيش حد من اهله فيها، فبيروح بسرعة على مركز الشرطة. ولما بيدخل بيلاقي الضباط قاعدين بيلعبوا ومش مهتمين بكلامه، وبيتعصب عليهم وبيفضل يزعق لحد ما المأمور بيسمع صوته وبيطلع يشوف ايه اللي بيحصل. وبيتكلم مع وال وبيسأله عن اسمه، وبيتصدم اول ما بيعرف انه ابن مارتن موظف السفارة، وبيسيب كل اللي واقفين وبيدخل المكتب بتاعه يتكلم في التليفون. وبعدها على طول بيخرج من المكتب وبيروح مع وال للشط عشان يشوف المركب اللي بيقول عليها. وأول ما بيوصلوا هناك ويل بيلاقي شخص مجهول قاعد على الشط جنب المركب، وبيستغرب لما بيلاقيه عارف اسمه وبيسأله هو عرفه منين. فبيضحك الشخص وبيفهمه انه عرفه من لوري والدته، وبيؤمر الضباط اللي معاه بانهم يقبضوا على ويل. وساعتها ويل بيحس ان في حاجة غلط وان الراجل ده وراه حاجة كبيرة، فبيجري بسرعة على عربيات الشرطة وبيركب واحدة منهم وبيهرب بيها من المكان قبل ما الضباط يقبضوا عليه. وقتها المأمور والضباط بيطلعوا يجروا وراه بالعربية التانية، وبتحصل ما بينهم مطاردة شرسة بالعربيات، وبيقدروا في النهاية انهم يقبضوا على ويل. وفجأة مارتن بيظهر قبل ما ياخدوا معاهم للمركز، وبيخلص عليهم وبياخد ويل معاه، وبيهربوا بسرعة بعيد عن المكان. وساعتها ويل بيسأل مارتن عن مكان أخوه وأمه، وبينهار مارتن وبيعرفه إن في عصابة مسلحة هجمت على المكان وصوبوا السلاح ناحيته وهددوه إنهم هيخلصوا عليه لو اتحرك من مكانه. واخدوا لوري وجوش ودارا وهربوا، وبيعترف له انه بيشتغل تبع منظمة CIA، وانه عامل مهم جدا وعمل عمليات كتير حول العالم، وان احتمال كبير العصابة دي تكون جاية تاخد حقها منه بسبب اخر عملية عملها تبع المنظمة. وبيتعصب ويل عليه وبيحمله مسؤولية اللي حصل لاخوه وامه، وبيطمنه مارتن وبيأكد له انه هيقدر يوصل لهم وينقذهم.
وبيطلع مارتن تليفونه وبيتصل بزميلته كاريك وبيطلب منها تيجي تقابله في أسرع وقت لأنه واقع في مشكلة كبيرة ومحتاج لها معاه. وبعدها بيرجعوا هما الاتنين لبيتهم في مدريد وبياخد مارتن السلاح بتاعه وبيروح على المكان اللي هيقابل فيه كاريك. وفي الوقت ده بنشوف قناص واقف على سطح عمارة في نفس المنطقة اللي هما فيها. وبعد ما بيوصلوا المكان اللي مارتن هيقابل كاريك فيه بينزل من العربية عشان يتكلم معاها وبيسيب وال جوه وبيسأل كاريك لو كانت هي السبب في اللي حصل لعيلته. وبتمثل كاريك عليه انها مش فاهمة حاجة وبتطلب منه يوضح لها اللي حصل عشان تقدر تساعده. وبيفهمها مارتن ان العصابة اللي سرق منهم الشنطة عايزين ياخدوها تاني وانهم يدولوا مهل 24 ساعة بس يبعت لهم فيها الشنطة وإلا هيخلصوا على لوري وجاش ودارا. وبيطلب منها ترجع له الشنطة عشان ينقذ عيلته، لكن كاريك بتكذب عليه وبتعرفه ان الشنطة وصلت للمنظمة خلاص وانها مش هتقدر ترجعها منهم تاني. وبيكون مارتن متأكد انها بتكذب وبيترجاها تقف جنبه المرة دي. وقتها كاريك بتقوله انها هتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تساعده يرجع عائلته تاني، وبتطلب منه يشيل ايده من الموضوع وهي هتحله بطريقتها. وبمجرد ما كاريك بتبعد عن مارتن القناص اللي واقف فوق بيضرب نار على مارتن والرصاصة بتيجي في قلبه وحياته بتنتهي في لحظتها. وبيتصدم وال من اللي حصل وبينزل من العربية بسرعة عشان يطمن على مارتن وبينهار من العياط لما بيشوف جثته واقعة على الأرض. وساعتها القناص بيشوفه وبيبدأ يضرب نار عليه هو كمان، وبيحاول وال يحمي نفسه على قد ما يقدر بعد ما بياخد السلاح والتليفون اللي كانوا مع أبوه. وفي نفس الوقت في مكالمة بتيجي على تليفون مارتن، ولما ويل بيرد الشخص اللي بيكلمه بيطلب منه يدي التليفون لمارتن ويعرفه ويل إن مارتن فقد حياته، لكن الشخص اللي بيتكلم مش بيهتم لو كان مارتن عايش ولا لأ، وكل اللي بيكون طالبه هو إن ويل يسلمه الشنطة في خلال 21 ساعة وإلا هيخلص على عيلته كلها. وبعد ما ويل بيبعد عن مسرح الجريمة في رجالة تبع كاريك بيوصلوا وبينظفوا المكان وبياخدوا جثة مارتن معاهم. وبيجري ديكسون المساعد بتاع كاريك بسرعة ورا ويل عشان يقبض عليه، لكن ويل بيقدر يهرب منه لحد ما بيلاقي الشرطة في وشه، فبيجري عليهم وبيستنجد بيهم وبيحاول يعرفهم ان في شخص بيحاول يخلص عليه. وقتها الشرطة بتجبره يركع على الارض لانه مسلح ومش بيبقوا فاهمين هو بيقول ايه لانه مش بيعرف يتكلم اسباني. وفي اللحظة دي ويل بيشوف ديكسون قدامه وبيصوب السلاح ناحيته وبيضرب نار عليه، لكن الرصاصة بتيجي في واحد من الضباط وبيستخبى بسرعة ورا عربية الشرطة. وساعتها الشرطة بتطارد ويل وهو بيهرب منهم بسرعة وبيتسلق سور حديقة كبيرة وبيدخلها، وبيروح واحد من الضباط وراه بالحصان بتاعه وبيحاول يلحقه، لكن فجأة الحصان بيوقعه على الأرض فبيستغل ويل الفرصة وبيهرب بسرعة. وتاني يوم الصبح ويل بيقرر يروح السفارة الأمريكية في ولاية مدريد عشان يساعدوه، لكن قبل ما يدخل السفارة بيدور على أي صندوق نفايات قريبة منه وبيخبي فيه السلاح اللي معاه لأنهم هيفتشوه قبل ما يدخل. ولما بيقابل السفير بيحكي له كل اللي حصل معاه ومع مارتن، بس السفير مش بيرضى يساعد ويل ولا يقدم له حقوقه كمواطن أمريكي، وبيفهموا ان مفيش حد شغال معاهم في السفارة اسمه مارتن شو. واول ما ويل بيسمع الكلام اللي السفير قاله بيتعصب جدا وبيفضل يزعق، لكن فجأة في عميل من منظمة CIA بيفتح الباب وبياخد ويل معاه وبيمشوا. وبينزل ويل تحت وبيتفاجئ لما بيشوف كاريك زميلة مارتن، وبتطلب منه كاريك انه يركب معاها عشان تساعده ينقذ عيلته ويعرف مين اللي عمل فيهم كده، لكن كلامها بيتغير بعد ما ويل بيركب معاها وبتقوله انها هتساعده يرجع امريكا تاني بعد ما تجيب له شغلانة كويسة بمرتب كويس، كل ده مقابل انه ينسى عيلته تماما وكأنه ما جاش اسبانيا من الاساس. واول ما ويل بيسمع كلامها بيمثل عليها انه تعبان وبينزل بسرعة من العربية عشان ياخد نفسه، وبتكون كاريك مراقبة كل اللي بيعمله، لكن ويل بيهرب بسرعة بعيد عن العربية وبيرجع تاني لصندوق النفايات اللي كان مخبي فيه السلاح بتاعه قبل ما يدخل السفارة وبياخده وبيركب اول اتوبيس يقابله. وفي نفس اليوم امه بتتصل بيه وبتطلب منه يدي التليفون لمارتن عشان تكلمه وتطمن عليه، وبيفهمها ويل ان مارتن فقد حياته امبارح. وبعدها على طول الشخص اللي محتجزهم بيشد منها التليفون وبيعرف ويل ان الشنطه لو ما ظهرتش النهارده هو هيخلص على عيلته كلها، لكن ويل مش بيبقى عارف ايه موضوع الشنطه ده وبيطلب من الشخص اللي بيكلمه انه يوضح له الشنطه دي جواها ايه، بس الشخص ده مش بيرضى يفيده باي معلومه وبيقفل السكه في وشه. وبعدها ويل بيطلع تليفون ابوه وبيدور في الارقام اللي كان على تواصل معاها وبيلاقي ان اخر شخص كلمه كان اسمه دييجو، ولما بيتصل على الرقم بيعرف انه مكتب محاماه وبيقرر يروح على هناك. وبعد شويه بيوصل للمكان، واول ما بيدخل المكتب السواق بتاع كاريك بيدخل وراه وبيكون عايز يقبض عليه، لكن ويل بيدافع عن نفسه وبيلاحظ ان في اداه حاده على مكتب السكرتيره فبياخدها وبيطعن بيها السواق في ظهره وبينهي حياته.
وساعتها بيقعد مع السكرتيرة بتاعة دييجو وبيسألها عن طبيعة العلاقة اللي كانت بين مارتن ودييجو، وبتعرفه السكرتيرة إن اسمها لوسيا وإنها تبقى بنت أخو دييجو، لكن ما تعرفش أي حاجة عن اللي بيقوله، وبتاخده معاها البيت دييجو لأنه الوحيد اللي هيقدر يرد على أسئلته. وأول ما بيوصلوا بيتصدموا لما بيشوفوا جثته مرمية على الأرض، وبتفضل لوسيا تصرخ وبتكون منهارة من العياط، لكن ويل بيحاول يمنعها إنها تعلي صوتها، وبياخد سلاحه وبيبدأ يفتش في شقة دييجو، وبيتفاجئ لما بيلاقي كاريك والمساعد بتاعها في المطبخ، وبيسألها عن السبب اللي خلاها تعمل كده في دييجو ومارتن، وبتعرفه كاريك إن دييجو ومارتن كانوا عايزين يخونوا البلد ويسلموا معلومات سرية جدا لعصابات كبيرة، وبتكرر العرض اللي كانت عارضاه عليه في العربية مرة تانية، لكن ويل بيرفض تماما وبيأكد لها إنه مستحيل يخون عيلته، وفي اللحظة دي بتدخل لوسيا المطبخ وهي ماسكه سلاح في ايدها وبتضرب نار على كاريك وديكسون، لكن مش بتصيبهم، وبتاخد ويل وبيهربوا بسرعه للسطح قبل ما كاريك وديكسون يخلصوا عليهم. وقتها ديكسون بياخد السلاح بتاعه وبيطلع وراهم، وبتنزل كاريك تأمن الطريق تحت عشان لو حد فيهم حاول يهرب، وزي ما توقعت ويل ولوسيا بينطوا من فوق وبيركبوا هما الاتنين موتوسيكل وبيهربوا، لكن كاريك بتشوفهم وبتجري وراهم بعربيتها، وطول الطريق بتحاول تضرب نار على ويل لحد ما بيتصاب برصاصة في جنبه وبينزف. وبعدها لوسيا بتاخده على المكان اللي فيه أصحابها عشان يساعدوها ويعالجوه، وفعلا أصحاب لوسيا بيقدروا يطلعوا الرصاصة من جسم ويل، وبيفقد ويل الوعي من كتر الدم اللي نزفه. ولما بيفوق تاني يوم بيشوف لوسيا ماسكة التليفون بتاع مارتن وبتتكلم معاه وبتسأله عن السبب اللي خلى كاريك تخلص على دييجو، وبيعرفها ويل إن احتمال كبير تكون عملت كده لأن دييجو آخر شخص مارتن كلمه قبل ما يفقد حياته. وقتها لوسيا بتسأل ويل عن اسم أبوه بالكامل، ولما بتعرفه بتتصدم وبتسأله عن المكان اللي مارتن موجود فيه دلوقتي، وبيبلغها ويل إن في قناص تبع كاريك ضرب نار عليه وأنهى حياته. وهنا لوسيا مش بتبقى مستوعبة اللي سمعته، وبيستغرب ويل جدا من رد فعلها وبيسألها لو كانت تعرف مارتن، وبيتفاجئوا لوسيا وبتقوله إن مارتن شو يبقى أبوها هي كمان، فبيتصدم ويل من اللي قالته وبيسيبها وبيمشي. وبعد ما بيخرج من عندها بيروح يقابل الشخص اللي محتجز عيلته، وهناك الشخص ده بياخد ويل على المكان اللي رجالته موجودين فيه وبيفضلوا يضربوه ويضغطوا عليه عشان يعترف لهم على مكان الشنطة، ومفيش حد منهم بيكون مصدق إنه ما يعرفش حاجة عن مكانها ولا عن طبيعة شغل أبوه. وهنا بنكتشف إن العصابة دي مجموعة من الموساد، وإن المعلومات اللي عايزينها مهمة جدا، لأنها لو وصلت لمنظمة CIA البلد بتاعتهم هتتضر. وبيتكلم القائد مع ويل وبيعرفه إن القناص اللي خلص على مارتن عمل كده بأمر من كاريك، لأن مدير منظمة CIA أمرها تنهي حياة مارتن بعد ما عرف اللي حصل، وبيعرض عليه إنه يستدرك كاريك ويساعدهم ياخدوا منها الشنطة اللي فيها المعلومات قبل ما توصلها المقر المنظمة في فيرجينيا، مقابل انهم يحرروا عيلته من غير ما حد فيهم يتأذي. وبيضطر ويل يوافق على العرض لان مفيش قدامه حل تاني، وبيبدأ يفكر في اللي هيعمله. وفي نفس اليوم بالليل ويل بيروح يزور لوسيا اخته في المكان اللي بتسهر فيها مع اصحابها، وبيخطط معاهم ازاي يستدرجوا كاريك. واول خطوة بيعملوها هي ان لوسيا بتروح تشتري حاجات بالفيزا بتاعتها، وبتكون عاملة كده عشان كاريك تحدد مكانها. وفعلا الخطة بتاعتهم بتمشي صح، وكاريك بتبعت ديكسون للوسيا عشان يخلص عليها. وأول ما ديكسون بيوصل المكان أصحاب لوسيا بيتجمعوا عليه وبيفضلوا يضربوا فيه، وبعدها بيربطوه على الكرسي عشان يستجوبوا، وبيعرفوا منه إن كاريك هتسلم الشنطة النهاردة العملاء تبعها، وإن التسليم هيتم في الجراج. ووقتها بيقرروا يتحركوا ويروحوا على الجراج اللي قال لهم عليه، لكن بعد ما بيمشوا ديكسون بيفك نفسه وبيروح بسرعة يقابل كاريك عشان يبلغها إن ويل ولوسيا عرفوا كل حاجة. وبيوصل ويل ولوسيا للمكان وبيفضلوا مستنيين ان كاريك واللي معاها يظهروا عشان يهجموا عليهم، وفي نفس الوقت عملاء الموساد بيوصلوا للجراج هم كمان، وبيطلبوا من ويل انه ياخد لوسيا ويهربوا من المكان، لكن ويل بيرفض وبيفهمهم انه عايز ياخد حق مارتن ودييجو من كاريك. وأول ما كاريك واللي معاها بيظهروا بيهجم ويل وعملاء الموساد عليهم، وبتبتدي ملحمة من ضرب النار بين كل الأطراف، وكل طرف فيهم بيحاول يستولي على الشنطة. وقتها ديكسون بياخد الشنطة وبيحطها في العربية وبيهرب بيها من المكان، لكن ويل بيشوفه وبينط معاه في العربية وبيقدر ياخد منه الشنطة قبل ما يهرب بيها. وفي اللحظة دي لوسيا بتسرق العربية بتاعتها وبيتقرب بيها من عربية ديكسون وبتخلص عليه. وفي الوقت ده كاريك بتركب العربية بتاعتها وبتهجم بيها على ويل ولوسيا، وبعد ما بتاخد منهم الشنطة بتهرب بيها بعيد عن الجراج، فبيركبوا هما الاتنين العربية وبيروحوا وراها، وبتحصل بينهم مطاردة قوية جدا. وفي الطريق
العربيتين بيتقلبوا، لكن كارك بتفضل عايشة وبتنزل بسرعة من عربيتها عشان تخلص على ويل ولوسيا. وقتها عملاء المساعد بيظهروا في الوقت المناسب وبينقذوا ويل ولوسيا وبيخلصوا على كاريك وبياخدوا منها الشنطة. وفي النهاية ويل بيحرر عيلته وبياخدهم تاني يوم وبيروحوا يزوروا لوسيا في المستشفى لأنها اتصابت لما العربية اتقلبت بيهم، وبيعترف لأخوه وأمه إن لوسيا تبقى أخته، وبيطلب منهم يعاملوها كويس لأنها السبب في إنقاذهم. بيبدأ المسلسل مع إليوت وهو مسافر لقرية داخل أستراليا، وبيقف في محطة بنزين موجودة على الطريق، وبيدخل يتكلم مع صاحب الماركت وبيستأذنه إنه يدخل الحمام، وبيوافق صاحب الماركت لكن على شرط إنه يمضي في الدفتر علشان يضمن إنه هيرجع له المفتاح مرة تانية ومش هيعمل زي باقي الناس اللي بتاخده وبتمشي. وبيستغرب إليوت وبيفهمه إنه ممكن يمضي وما يرجعوش برضه، لكن في النهاية بيضطر يوافق. ولما إليوت بيدخل الحمام بيكتشف إنه مش نظيف، فبيخرج منه بسرعة وبيسلم المفتاح لصاحب الماركت وبيكمل طريقه. وبيبدأ يلاحظ إن في شاحنة كبيرة ماشية وراه وبتطرده، فبيستغرب جدا وبيفضل باصص عليها في المراية، وبعدين بيغير الاتجاه اللي ماشي فيه علشان يبعد عنها، وبيتفاجئ إنها دخلت وراه وبتقرب منه بطريقة غريبة وقصدة تخبطه، فبيسوق بأقصى سرعة وبيدخل في الصحراء وبيتعمد إنه يمشي ما بين الأشجار علشان الشاحنة ما تعرفش تدخل وراه. وفعلا الخطة بتنجح وبيقدر يهرب منها وبيطلع على الطريق مرة تانية وهو فرحان انه انتصر عليها. وفجأة الشاحنة بتظهر جنبه مرة تانية وبتخبطه وبتقلب العربية بتاعته وهو جواها. ولما إليوت بيفوق بيلاقي نفسه في المستشفى، وبتتكلم الممرضة معاه وبتعرفه انه عمل حادثة واتنقل للمستشفى، وبتسأله عن رقم تليفون حد من اهله علشان تتواصل معاهم وتبلغهم باللي حصل، لكن إليوت مش بيكون فاكر اي حاجة حتى اسمه. وساعتها الدكاترة بيعملوا له أشعة رنين على المخ علشان يتأكدوا إن مفيش أي نزيف داخلي، وبيكتشفوا إنه جاله فقدان ذاكرة بسبب الحادثة اللي عملها. وبعدها الشرطية هيلين بتروح له علشان تحقق في اللي حصل، وبتتكلم معاه وبتعرفه على نفسها وبتفهمه إنها شرطية تحت الاختبار وإن دي أول مرة هتحقق فيها مع حد في حياتها، وبتبلغه إنهم ملاقوش معاه أي حاجة تثبت شخصيته، وبتسأله أسئلة كتيرة ليها علاقة بالحادثة، لكن إليوت مش بيعرف يرد عليها وبيبلغها إنه مش فاكر أي حاجة. وقتها الممرضة بتدخل عليهم وبتسلم لإليوت الهدوم بتاعته اللي كان لابسها في الحادثة. ولما إليوت بيفتش في جيوبه بيلاقي ورقة مكتوب عليها عنوان ومعاد هيقابل فيه شخص مجهول، وبيوريها لهيلين وبيسألها عن المكان اللي مكتوب في الورقة، وبتعرفه هيلين إنه قريب منهم وبتطلب منه يسمح لها تصوره وتنشر صورته يمكن حد يتعرف عليه من أهالي البلد، وبتوعده إنها هتساعده لحد ما يفتكر هو مين. وفي الليل إليوت بيحس إنه مخنوق من قعدة المستشفى وبيطلب من الممرضة إنها تخرجه شوية، وفعلا الممرضة بتاخده وبتوصله للحديقة وبعدين بتسيبه وبتمشي علشان ترد على المكالمة اللي جات لها. ولما إليوت بيجي يرجع للأوضة بتاعته بينسى مكانها وبينزل في دور غلط وبيتضايق جدا وبيفضل يدور عليها زي المجنون لحد ما في ممرض بيشوفه وبيهديه وبيرجعه لأوضته. ومع الوقت إليوت بيقرر يسيب المستشفى ويمشي علشان يعرف هو مين وكان جاي هنا يعمل ايه، لكن الممرضة بترفض وبتفهمه انه لسه ما خلصش العلاج بتاعه. وساعتها هيلين بتدخل عليهم وبتلاحظ انه متعصب وبيتكلم بطريقة مش كويسة مع الممرضة، ولما بتفهم الموضوع بتهديه وبتسأله هو ليه عاوز يمشي رغم انه لسه تعبان، فبيعرفها إليوت ان النهاردة يبقى تاريخ اليوم اللي كان مكتوب في الورقة اللي لقاها في جيبه، وانه عاوز يروح للمكان علشان يعرف مين الشخص اللي كان المفروض يقابله ويسأله عن نفسه ويعرف هو مين واسمه ايه. وبتوافق هيلين وبتتعاطف معاه جدا لدرجة انها بتديله فلوس وبتطلب منه يكلمها لو افتكر او احتاج اي حاجة. وبيروح إليوت على الكافيه اللي اسمه مكتوب في الورقة وبيطلب من الجرسونة انها تقعده على الترابيزة رقم 5 لان في حد هيقابله عليها، وبتلاحظ الجرسونة انه غريب عن البلد بسبب اللغة اللي بيتكلم بيها، وبتسأله هو جاي هنا يعمل ايه، وبيفهمها إليوت انه مش فاكر اي حاجة ولا عارف هو هيقابل مين دلوقتي. وبتستغرب الجرسونة جدا وبتدخل تتكلم مع صاحبتها لوسي وبتحكي لها على قصته، وبيفضل إليوت قاعد مستني الشخص اللي هيقابله، وكل ما باب الكافيه يتفتح يبص عليه وهو متوتر. وبتروح لوسي تتكلم معاه وبتعرفه على نفسها وبتفهمه انها عرفت قصته واستغربتها جدا لانها اول مرة تقابل شخص ناسي اسمه. ولما بتيجي تسلمه العصير بتوقعه عليه بالغلط وبتاخده وبيخرجوا من الكافيه علشان توصلوا الحمام ينظف فيه هدومه، وبيتفاجئوا ان الكافيه انفجر. في نفس الوقت ده الشرطي لامون بيتصل بهيلين وبيبلغها انه عاين المكان اللي حصلت فيه الحادثه ولقى سلاح شكله مختلف عن الاسلحه العاديه جوه العربيه، لكن الغريبه انه مش بينهي حياه حد. وساعتها إليوت بيقعد يفكر في اللي حصل وبيحاول يفتكر اي حاجه بس مش بيعرف،
وبيتكلم مع لوسي وبيفهمها انه عاوز يكتشف هو مين في اسرع وقت علشان يعرف هو ليه علاقة بتفجير الكافيه ولا لا، ولو كان ليه علاقة فليه الشخص اللي كان هيقابله عاوز ينهي حياته. وبعدها لوسي بتاخد اليوت وبتوصله البيت بيأجر اوض علشان يعيش فيه لحد ما يفتكر هو مين. وفعلا اليوت بيروح البيت وبتستقبله سو صاحبة البيت وبتلاحظ انه مريض وغريب عن البلد، وبتقرر تقعده رغم ان الفلوس اللي معاه مش هتكفي حق ايجار الاوضة حتى ليلة واحدة. وفي الليل سو بتصحي اليوت من النوم وبتعرفه ان في مكالمة علشانه، وبيستغرب اليوت جدا وبيكتشف انها هيلين، وبتبلغه انهم لقوا كاميرا وسلاح شكله غريب في العربية بتاعته وانها هتبعت له الصور اللي عليها يمكن يفتكر اي حاجة لما يشوفها. وبيفتح اليوت الصور وبيلاحظ ان كلها صور تماثيل ومش بيكون قادر يفتكر هو راح المكان ده امتى. وبتتكلم سو معاه وبتعرفه ان التماثيل دي أثرية واسمها رجال حجر جنارلر، وانها ممكن تكون سبب وجوده في البلد بتاعتهم، فبيطلب اليوت منها انها توديه هناك. وتاني يوم في واحد اسمه نيكسون بيروح المستشفى اللي اليوت كان فيها وبيسأل الممرضة عنه، ولما بيعرف منها انه مشي بيسألها عن المكان اللي راحه، وبتفهمه الممرضة انها ما تعرفش حاجة عنه غير انه فقد الذاكرة، وبتطلب منه يسيب اسمه ورقم تليفونه علشان لو عرفت اي حاجة تبقى تبلغه، لكن نيكسون بيرفض وبيسيبها وبيمشي. وفي الوقت ده سو بتاخد اليوت وجوزها رالف وبيروحوا المكان الاثري، وبيحاول اليوت يفتكر اي حاجة بس مش بيقدر. وأثناء ما كانوا خارجين إليوت بيشوف ماركت فيه كاميرات، فبيدخل يتكلم مع صاحب الماركت وبيطلب منه يوريله تسجيل الكاميرا من 3 أيام علشان يعرف هو جه هنا قبل كده ولا لأ، وبيوافق صاحب الماركت. ولما إليوت بيشوفها بيلاحظ أنه جه قبل كده فعلا، لكن كان لابس هدوم مختلفة عن اللي سلموها له في المستشفى، كان باين عليها أنها متبهدلة. وبيكتشف أنه اشترى دبدوب من المكان وأنه كان بيسأل البائعة على حاجة، وبيستغرب جدا وبيحاول يعرف هو كان بيتكلم مع البائعة في إيه، بس مش بيعرف لان الفيديوهات من غير صوت. وساعتها سو بتتكلم معاه وبتعرفه ان رالف بيقدر يترجم حركة الشفايف، وفعلا رالف بيشوف الفيديو وبيبلغه انه كان بيسأل عن اقرب محطة بنزين، وبيروح اليوت على هناك. ولما صاحب المكان بيشوفه بيفتكره وبيتكلم معاه وبيعرفه انه جه قبل كده وسأل على الحمام ومضى على الدفتر علشان ياخد المفتاح، وبيطلب اليوت منه يوريله الدفتر علشان يعرف اسمه، لكن بيتفاجئ انه كان ماضي بكلمة مضحك، وبياخد منه المفتاح مرة تانية. وقتها لوسي كانت قاعدة بتتفرج على صورها القديمة مع اليوت وبتمسحها علشان ما يشوفهاش، وهنا بنكتشف انهم يعرفوا بعض من زمان. وبيدخل اليوت للحمام وبيلاحظ انه كان مخبي الدبدوب اللي اشتراه فيه، وبيتفاجئ انه جواه تليفون بيرن، ولما بيرد عليه بيلاقي واحد بيقوله انه محطوط جوه برميل ومدفون في مكان في الصحراء اسمه الشلال، وبيطلب منه يروح ينقذه بسرعة، وبيفهمه ان اللي حصل فيه ده كان بسببه. وفجأة الخط بيقطع قبل ما يقوله هو مين او يعرفه ازاي، وبيتعصب اليوت جدا لانه مش فاهم ايه اللي بيحصل. ولما بيرجع البيت بيلاقي لوسي واقفه مستنياه وبيتكلم معاها وبيحكي لها على كل اللي حصل معاه، وبيطلب منها تساعده في انقاذ الشخص اللي كلمه، وبيسالها على المكان اللي قاله عليه، وبتفهمه لوسي انها ما تعرفوش لكن ممكن توصل له بسهوله من خلال الناس اللي عايشين في البلد. وفي الوقت ده نيكسون بيتصل برئيس عصابه اسمه كوستا، وبيعرفه انه كان فاكر انه انهى حياة اليوت، لكن اتفاجئ انه لسه عايش، ولما راح له المستشفى علشان يخلص عليه اكتشف انه مشي، وبيأكد له انه هيوصل له في اسرع وقت وينفذ المطلوب منه. وهنا بنكتشف ان نيكسون هو اللي كان راكب الشاحنة اللي خبطت اليوت. وبعدها الممرضة بتتصل بهيلين وبتبلغها بزيارة نيكسون، وبتطلب هيلين منها تبعت لها فيديوهات كاميرات المراقبة علشان تعرف مين الشخص ده. وبيبدأ اليوت ولوسي يسألوا أهل البلد عن المكان، لكن محدش بيفيدهم بأي حاجة. وبتلاحظ لوسي إن في إعلان لمكتب سياح بيأجر طيارات هليكوبتر، وبتاخد اليوت وبتروح تتكلم مع ماركو صاحب المكتب وبتسأله عن مكان الشلال، وبيبلغها ماركو إنه عارف المكان لكن مش هيقدر يوصلهم النهاردة لأن الأرصاد الجوية قالت إن في عاصفة ترابية هتحصل، وبيشرح لهم الطريق علشان لو حبوا يروحوا لوحدهم. وساعتها المحقق راكان بيوصل مركز الشرطة وبيتكلم مع رجال الشرطة اللي هناك، وبيعرفهم إنه جاي من المدينة علشان يحقق في الانفجار اللي حصل في المطعم، وبيسألهم عن الحادثة اللي حصلت قبل الانفجار ولو كانوا حققوا مع الشخص اللي عملها ولا لسه، وبيفهموا الشرطي لامون إنهم ما يعرفوش أي حاجة عنه لأنه فاقد الذاكرة. فبيستغرب راكان جدا انهم ما ربطوش موضوع الحادثه بالانفجار اللي حصل بعدها، وبيطلب منهم يعرفوا مكان اليوت ويحققوا معاه في اسرع وقت. وفي نفس اليوم هيلين بتروح لنيكسون وبتتكلم معاه وبتساله عن السبب اللي خلاه يروح المستشفى ويسال عن اليوت، وبيعرفها نيكسون انه شاف الحادثه بالصدفه وكان عنده فضول يعرف لو كان الشخص اللي راكب العربيه لسه عايش ولا توفى، لكن هو ما يعرفوش ولا عمره شافه قبل كده.
ولما هيلين بتمشي من عنده بيتصل بالمساعد بتاعه وبيطلب منه يجمع له معلومات عنها ويعرف هي عايشه فين. واثناء ما كان اليوت ولوسي في الطريق لهناك بيتفاجئوا بالعاصفه الترابيه ومش بتقدر لوسي تكمل سواقه، وبيضطر انهم يركنوا على جنب ويستخبوا في صندوق العربيه لحد ما الجو يبقى كويس. وبيتكلم اليوت معاها وبيسالها هي ليه بتساعده، وبتعرفه لوسي انها مستغربه قصته وعندها فضول تعرف هو مين، ده غير انها معجبه بيه. وبتحكي له انها زمان اتعرفت على واحد وحبته جدا وارتبطت بيه، لكن في النهايه سابها وبعد عنها لانهم كانوا مختلفين عن بعض في كل حاجه. وفي الوقت ده راكان ولامون كانوا بيدوروا على اليوت في البيوت الخاصه باهالي البلد لكن مش بيلاقوه. ولما العاصفه بتخلص بيتكلم اليوت مع لوسي وبيعرفها انهم لازم يرجعوا لماركو مره تانية علشان يوصلهم، لانهم بالطريقه دي مش هيقدروا يوصلوا للشخص المدفون وينقذوه قبل ما حياته تنتهي، وده معناه انه مش هيعرف هو مين ولا ايه علاقته بيه. وفعلا اليوت ولوسي بيروحوا لماركو وبتمضي لوسي على عقد تاجير الطياره وبيمشوا، وبيوصلهم ماركو عند الشلال وبيقف يستناهم بعيد. وبيبدا اليوت ولوسي يدوروا على اي اثر لحاجه مدونه لحد ما بيشوفوا خرطوم خارج من الارض، ولما بيحفروا بيلاقوا البرميل اللي الراجل مدفون فيه لكن بيكون بقى عباره عن جثه. وبيتضايق اليوت جدا لانه برضه مش فاكر مين الشخص ده، وبيفضل يفتش في جيوبه لحد ما بيلاقي تليفون فصل شحن، فبياخده علشان يشحنه ويعرف ايه اللي جواه. وبيلاحظ ان الخرطوم اللي كان متوصل بالبرميل دخل فيه تراب، وده معناه ان الشخص اللي دفنه ما كانش قاصد ينهي حياته، وانه توفي بسبب التراب اللي دخل في الخرطوم وقطع عنه الاكسجين. وبيقرر انه يبلغ الشرطه بكل حاجه لكن لوسي بتمنعه، وبيتفهمه انه كده هيورط نفسه وهيورطها معاه في المشاكل. وبيقتنع اليوت بكلامها وبياخدها وبيسيب الجثه وبيرجع لماركو، وبيشوف العقد اللي لوسي مضت عليه بالصدفة، وبيلاحظ ان خطها يبقى نفس الخط اللي كان مكتوب به الورقة اللي لقاها في جيبه ساعة ما كان في المستشفى. وبيوريها الورقة وبيتكلم معها بعصبية وبيسألها هي مين وايه علاقتها بيه، وبتضطر لوسي تعترف له بالحقيقة وبتبلغه ان اسمه اليوت ستانلي وان هو الشخص اللي كانت مرتبطة بيه زمان. وبتحكي له انها اتعرفت عليه في بالي وبعدها حبوا بعض جدا لدرجة انه قرر يفضل معاها وما يرجعش امريكا. وفي يوم في واحد هاجمهم وكان معاه مسدس وحاول يخلص عليهم، لكن اليوت قدر يتغلب عليه وانهى حياته، وساعتها قرر انه ينفصل عنها ويسافر. ولما عرف انها سافرت استراليا فضل يتصل بيها ويبعت لها في جوابات بس هي ما ردتش عليه. وبعد فتره عرفت انه موجود في البلد وانه عمل حادثه من الاخبار، فراحت له المستشفى واكتشفت انه فقد الذاكره، وسابت له رساله في هدومه علشان تشوفه مره ثانيه على اساس انها صدفه ويرجعوا يقربوا من بعض تاني. وبيصدقها اليوت رغم انه لسه مش فاهم ايه علاقته بالشخص اللي كان مدفون او بالانفجار اللي حصل. وبعد فتره كوستا بياخد اخوه بيروحوا الغابه علشان يصطادوا حيوانات، وبيتكلم معاه وبيفكروا بالايام الصعبه اللي عاشوها وهم صغيرين لما كانوا بيبقوا مجبرين يصطادوا علشان يلاقوا حاجه ياكلوها، لانه وقتها ما كانتش معاهم فلوس، اما حاليا فبقى الصيد عندهم هوايه بعد ما بقوا رؤساء عصابه ومعاهم فلوس كتير. وبياكد له انه مش هيسيب اليوت غير لما ياخد حقه. وتاني يوم نيكسون بيروح لهيلين البيت وبيستقبله خطيبها ايثان، وبيتكلم معاه وبيعرفه ان هيلين راحت للبيت اللي اليوت مأجره علشان تقابله وتاخد منه معلومات. وفي الوقت ده لوسي واليوت بيلاحظوا ان راكان ولامون رايحين الفندق اللي هم قاعدين فيه علشان يسألوا على اليوت، وبيفتكروا انهم عرفوا حاجة عن موضوع الجثة اللي في الصحراء، فبيخافوا جدا وبيمشوا بسرعة من المكان قبل ما يشوفوهم. وبعدها هيلين بتروح لسو وبتسألها عن اليوت، وبتعرفها سو انه خرج مع لوسي ومن ساعتها مرجعش، وبتعرض عليها انها تدخل تستناه جوه لحد ما يوصل. ولما اليوت بيرجع البيت بيتفاجئ ان هيلين هي اللي بتفتح له الباب، وبيستغرب جدا وبيسألها فين سو، وبتعرفه هيلين انها خرجت تشتري طلبات للبيت. وبتدخل لوسي عليهم وبتتكلم معاه وبتفهمه انها ما حبتش تمشي غير لما تعرف هيلاقي ايه على التليفون اللي كان مع الشخص المدفون. وبيحط اليوت التليفون على الشاحن، وبتعرفه هيلين انها كانت جايه تبلغه ان في واحد اسمه نيكسون راح له المستشفى وسال عليه، وفجاه بتلاقي نيكسون واقف قدامها وبيضرب نار عليهم. وساعتها اليوت وهيلين ولوسي بيستخبوا تحت الترابيزه وبيفضلوا ينادوا على رالف علشان ينزل معاهم، لكن رالف مش بيسمعهم لان عنده مشكله في ودانه ومش بيسمع من غير السماعه. وبيدخل نيكسون البيت وبيضرب نار على رالف وبينهي حياته. فبتخرج هيلين وبتصوب المسدس عليه وبتأمره يسلم نفسه، لكن نيكسون بيسخر منها لانه عارف انها شرطية مبتدئة وعمرها ما استخدمت سلاح قبل كده. وبيلاحظ اليوت ان نيكسون بيستعد علشان ينهي حياتها وبيجري عليها وبينقذها، وبتستغل لوسي اللي حصل وبتطعنه بالمقص في ظهره، وبتاخد اليوت وبيهربوا. اما هيلين فبتجري على رالف علشان تشوف هو عايش ولا لا.
وتانيكسون بيسيبها وبيروح ورا إليوت ولوسي وبيشوفهم وهم داخلين مكان يستخبوا فيه وبيفضل يدور عليهم لحد ما إليوت بيظهر له فجأة وبيضربه بعصاية حديد على راسه. وبسبب اللي حصل نيكسون بيتعب جدا وبيفقد الوعي وبيقع في البير وبيفتكر لوسي وإليوت إنه توفى. ولما سو بتوصل للبيت وبتكتشف وفاة جوزها بتتضايق جدا وبتنهار من العياط وبتتكلم هيلين معاها وبتعتذر لها على المشاكل اللي حصلت بسبب وجودها هي وإليوت في البيت. وفي نفس الوقت ده راكان ولامون كانوا بيسألوا الناس في الشارع على إليوت وبيشوف ماركو الصورة وبيقدر يتعرف عليه وبيبلغ لامون انه كان مع بنت اسمها لوسي وانه وصلهم لمنطقة الشلال اللي موجودة في الصحراء وبياخدهم وبيروحوا المكان اللي وصلهم ليه. وبيتفاجئ ماركو لما بيشوف الجثة وبيتوتر جداً وبيتكلم مع راكان وبيعرفه انه كان واقف مستنيهم بعيد وما يعرفش حاجة عن الجثة دي. وبتيجي لراكان مكالمة من مركز الشرطة وبيبلغوه بالهجوم اللي حصل على بيت سو. واثناء ما كان إليوت ولوسي بيدوروا على مكان يستخبوا فيه بيقعد إليوت في الارض وبينهار من العياط بسبب الحاجات اللي عمالة تحصل ليه وهو مش فاهمها وعلى الناس اللي حياتهم بتنتهي بسببه. وبيتكلم مع لوسي وبيسألها ايه اللي خلاها مصممة تساعده رغم انها عارفة انه مش كويس وقضى على حياة شخص قبل كده. وبيتفهموا لوسي انه كان مضطر يعمل كده علشان يدافع عن نفسه وبيتبلغوا انهم لازم ينفصلوا عن بعض مرة تانية لانها عاوزة تسيب البلد وتسافر قبل ما تدخل نفسها في مشاكل اكتر من كده. وبتودعوا وبتمشي. ولما ايثان بيعرف اللي حصل لهيلين بيروح لها بسرعة على مركز الشرطة علشان يطمن عليها وبيتكلم معاها وبيفهمها انها لازم تاخد بالها من نفسها لان فرحهم قرب وبيطلب منها تسيب الشغل بتاعها خالص لانه بيدخلها في مشاكل كتير. لكن هيلين بترفض وبتفكروا ان ده حلمها اللي كانت عاوزة تحققه من زمان. فبيتضايق ايثان جدا وبيبلغها انه هينفصل عنها لو صممت على قرارها وبيسيبها وبيمشي. ومع الوقت كوستا بيتصل بنيكسون وبيسأله لو كان نفذ المهمة المطلوبة منه ولا لسه. وبيعرفوا نيكسون انه قدر يوصل للمكان اللي إليوت كان مستخبي فيه لكن فجأة هو هجم عليه وضربه على راسه وخلاه يفقد الوعي وهرب. وبيترجاه يصبر عليه وبيأكد له انه مش هيسيبه غير لما يخلص منه. وبيوافق كوستا وبيبلغوا ان دي اخر فرصة ليه وبيقرر يسافر استراليا ويدور على إليوت بنفسه وينهي حياته. وبعدها إليوت بيرجع لبيت سو علشان ياخد التليفون اللي كان ناسيه على الشاحن وبتقابله هيلين وبتسلمه التليفون وبتشكره على انه انقذ حياتها وحماها من نيكسون. وفجأة بتجيلها اشارة على اللاسلكي بمواصفات إليوت وانه مطلوب للقبض عليه وبتطلب منه يروح معاها لمركز الشرطة ويحكي لهم على كل حاجة وبتوعده انها تشهد معاه وتقول انه ملوش علاقة باللي حصل. وبيوافق إليوت لكن لما هيلين بتقرب منه علشان تحط الكلبشات في ايده بيخدعها وبياخد منها المسدس بتاعها وبيصوبه عليها وبيأمرها تركب العربية وتوصله للمكان اللي عاوزه. وبتضطر هيلين توافق وبتركب العربية وبتتكلم معاه وبتفكره بكل الحاجات الكويسة اللي عملتها علشانه وبتفهمه ان الاحسن ليه انه يسلم نفسه بدل ما رجال الشرطة ينشروا صورته في الجرايد. بس إليوت بيصمم على قراره وبيأمرها تسوق العربية. وساعتها لوسي بترجع للبيت وبتتفاجئ ان نيكسون مستنيها هناك وبتستغرب جدا انه لسه عايش وبتمسك آلة حادة وبتصوبها عليه وبتدخل معاه في معركة شرسة. وفي البداية نيكسون بيقدر يتغلب عليها وبيوقعها على الارض لكن لوسي مش بتستسلم وبتفضل تضرب فيه بالعصاية لحد ما بتوقعه على الازاز اللي اتكسر من الشباك وبتنهي حياته. وبعدين بترد على كوستا اللي كان بيتصل بيه وبتبلغه باللي حصل. وساعتها كوستا بينادي عليها باسم فيكتوريا وبيعرفها انه في الطريق ليها وبيتعصب جدا لما بتقفل المكالمة في وشه وبيفتكر لما كان صغير ومش عارف ينام بسبب صوت الكلب وتعصب جدا ومسك آلة حادة وخلص عليه. اما لوسي فبتطلع جوازات سفر كتيرة ليها وكل واحد منهم بشخصية مختلفة عن التانية وبتجمع الحاجات بتاعتها ولما بتيجي تاخد مفاتيح العربية بتاعت نيكسون بتقع بسبب الدم اللي على الارض وبيقع منها جوازات السفر من غير ما تلاحظ. وفي الوقت ده إليوت بيتكلم مع هيلين وبيعرفها ان لوسي كانت حبيبته وان هي اللي حطت له الورقه في جيبه لما كان في المستشفى. وبتستغرب هيلين جدا وبتاكد له ان لوسي بتكذب عليه وبيتفهمه انها راجعت كاميرات المراقبه بتاعه المستشفى واكتشفت ان مفيش اي حد راح زاره غير نيكسون اللي سال عليه بعد ما مشي. وبيتعصب إليوت جدا ان لوسي كانت بتكذب عليه وبيأمر هيلين انها توقف العربية وتنزل منها وبيسيبها في الصحراء وبيمشي. لكن في النهاية بيرجع لها وبيطلب منها توصله لبيت لوسي. ولما إليوت وهيلين بيوصلوا بيتفاجئوا بجثة نيكسون مرمية على الارض وبيستغرب إليوت جدا وبيتكلم مع هيلين وبيعرفها انه كان سايبه في البير. وبتشوف هيلين جوازات السفر اللي وقعت من لوسي وبتوريهم لإليوت. وساعتها هيلين بتكتب ارقام العربية بتاعتها في ورقة وبتسيبها على الترابيزة من غير ما إليوت يلاحظ
علشان لما الشرطة تشوفها تتتبع العربية ويعرفوا مكانها. وبتتكلم مع إليوت وبتحاول تقنعه إنه يسيبها تمشي، لكن إليوت بيرفض. وفي الليل راكان ولامون بيروحوا بيت لوسي وبيكتشفوا الجريمة اللي حصلت، وبيشوف راكان الورقة اللي هيلين كانت سايباها. وبعدها هيلين وإليوت بيروحوا فندق يستخبوا فيه على أساس إنهم متجوزين وجايين يقضوا أجازة. وبتتصل هيلين بواحدة صاحبتها شغالة في المطار وبتديها بيانات لوسي وبتطلب منها تعرف هي خرجت بره البلد ولا لأ. وبيخرجوا يتعشوا مع بعض وبيشربوا كتير، وبتبدأ هيلين تحس إنها معجبة بإليوت رغم إنه محتجزها ومدخلها في مشاكل كتير، ده غير إنها مخطوبة. ولما بيرجعوا الفندق بيتكلم إليوت معاها وبيعرفها إنه دايما بيحلم بواحد وإنه بيحس إنه يعرفها كويس وإنها قريبة منه، لكن مش قادر يفتكر هي مين. وبتحكي له هيلين على أبوها وأمها اللي توفوا وسابوها وهي صغيرة، وعن إيثان الشخص الوحيد اللي كان بيهتم بيها، وبيفهموا إن ده السبب اللي خلاها تتخطب لي رغم إنها مش بتحبه. وتاني يوم لوسي بتتصل بواحد هندي وبيتفكروا بنفسها وبتعرفوا إنها محتاجة لمساعدته، وبتطلب منه يتصل بأخوه. وساعتها كوستا وأخوه بيوصلوا لأستراليا، وبيلاحظ كوستا إن السواق اللي راكب معاه بيتكلم كتير، فبيتعصب منه جدا وبيأمره ينزل من العربية. وفجأة بيهجم عليه وبيطعنه بآلة حادة في عينه، وبعدين بيفضل يضرب فيه لحد ما بينهي حياته وبيحط الجثة بتاعته في شنطة العربية وبيكمل طريقه. وفي الوقت ده راكان بتجيله مكالمة من شرطي وبيبلغوا انه لقى العربية اللي هم بيدوروا عليها قدام فندق، وبيطلب منه راكان انه يراقبها لحد ما يوصل. وبيبدأ راكان يستعد للقبض على إليوت، وبيتفاجئ ان لامون واقف مستنيه جنب العربية علشان يروح معاه، لكن راكان بيرفض وبيفهمه انه شرطي مبتدئ ومش هيعرف يساعده، وبيأمره يستناه لحد ما يرجع. وبعدها صاحبة هيلين بتتصل بيها وبتعرفها ان لوسي مسافرتش برا البلد، وبيسمعوا صوت عربية بتقرب من المكان، ولما بيبصوا من الشباك بيكتشفوا انه راكان. وقتها هيلين بتفتكر انها كانت سايبة ارقام العربية في بيت لوسي، وبتعتذر لإليوت على اللي عمله. وبيتفاجئ راكان لان لامون ما سمعش كلامه وراح وراه، وبيتعصب وبيضربه بالنار وبيخلص عليه. وبيستغرب إليوت وهيلين من تصرف راكان جدا، وبيطلب إليوت منها تستخبى في مكان امان. وبيخرج لراكان وبيسلم نفسه وبيفهمه ان هيلين هربت، وبيدخل راكان يدور عليها بنفسه في الأوضة وفعلا مش بيلاقيها. وبيأمر إليوت انه يشيل جثة لامون معاه علشان يحطوها في العربية. وبيتصل بكوستا وبيبلغه ان إليوت معاه، فبيطلب منه كوستا انه يجيبوه ويجوا على المكان اللي اتفقوا عليه. وبيفرح كوستا جدا وبيفتكر ابوه لما تعصب عليه بسبب انه انهى حياة الكلب، وفضل يتكلم معاه بطريقة مش كويسة، لكن كوستا فهمه ان اخوه هو اللي طلب منه يعمل كده. وساعتها ابوه اتفاجئ من اللي سمعه لان اخو كوستا توفي من زمان، وهنا بنكتشف ان اخو كوستا مش موجود غير في خياله بس. وبينفذ راكان الاوامر وبيتكلم مع إليوت وبيفهمه انه مضطر يعمل كده لان كوستا احتجز مراته وبعت له فيديو ليها، وهدده انه هيخلص عليها لو ما قبضش على إليوت وسلمه له. وبيوصل راكان وإليوت للمكان اللي هيقابله كوستا فيه، وبيشرب إليوت من الإزازة اللي كوستا بيحط فيها حبوب الهلوسة علشان يتخيل وجود أخوه على أساس إنها مية، وبيسدد له كوستا ركلة قوية وبيوقعه على الأرض، وبيفضل يضرب فيه ويسأله عن مكان الشنطة، وبيضطر إليوت يفهمه إنه فاكر مكانها علشان ما يخلصش عليه. وفي نفس الوقت ده لوسي بتتصل بهيلين وبتسألها عن مكان إليوت، وبتفهمها إنها معاها الحاجة اللي هتنقذه بيها وتخلي كوستا يبعد عنه. وبتحكي لها هيلين على اللي راكان عمله، وبتوصل قوات الشرطة للفندق وبيسألوا هيلين عن اللي حصل، وبتتكلم هيلين مع الشرطية وبتعرفها ان إليوت ملوش علاقة وان راكان هو اللي خلص على لامون، لكن الشرطية مش بتصدقها. وفي الليل إليوت بياخد كوستا وراكان وبيروحوا على المكان الأثري، وبيفهمهم انه مخبي الشنطة هنا لكن مش فاكر فين بالتحديد. وساعتها لوسي بتتصل بكوستا وبتبلغه انها في الطريق لي ومعاها شخصية مهمة جدا، وبتترجاه ما يعملش حاجة لإليوت لحد ما توصل. وفي الوقت ده هيلين بترجع لإيثان وبتتكلم معاه وبتعرفه ان هي اكتشفت انها شرطية فاشلة وقررت تسيب الشغل وتتجوزه. وبيفرح إيثان جدا وبيطلب منها توعده بانها تبعد عن كل المشاكل اللي بتحصل وهتركز في حياتهم مع بعض. وبتبدأ حبوب الهلوسة تشتغل في دماغ إليوت، وبيفتكر أبوه تفاصيل كتيرة من حياته واليوم اللي شاف لوسي فيه وأعجب بيها جدا لدرجة أنه قضى الوقت كله معاها. وتاني يوم إليوت بيروح يقابل كوستا لأول مرة في حياته علشان يتفق معاه على شغل، وتفاجئ لما اكتشف أن لوسي تبقى خطيبته وتضايق جدا وسابهم ومشي، لكن قرر أنه ينسى لوسي ويروح يقابل كوستا مرة تانية، وبيوري له كوستا المعرض بتاعه وشنطة فيها مليون دولار.
وبيتكلم معه وبيعرفه انه محتفظ بيها لان ده كان اول مبلغ كبير يكسبه في حياته، وبيحكي له انه عمل حاجات غلط كتير زي انه تاجر في الممنوعات وسرق ونصب على ناس لحد ما بقى رئيس عصابة كبير والكل بيخاف منه. وفي يوم اليوت اتفاجئ بلوسي رايحاله معاها الشنطة اللي فيها المليون دولار، وبتعرض عليه انهم يهربوا مع بعض ويبدأوا حياتهم في مكان جديد. ووافق اليوت لانه كان بيحبها، وبتتكلم لوسي معاه وبتعرفه انها عمرها ما حبت كوستا وانها كانت مخطوبة ليه علشان فلوسه وبس. وفضلوا الاتنين عايشين مع بعض اسعد ايام حياتهم لحد ما حصلت مشكلة بينهم وقررت لوسي انها تسيبه وتمشي. وبعد فترة صاحبه اللي كان مدفون في البرميل راح له وبلغوا ان لوسي سافرت استراليا، وقرروا ان هما الاتنين يسافروا على هناك علشان يدوروا عليها، لكن نيكسون قدر يعرف مكان صاحبه وخده ودفنه في البرميل عشان يساوم اليوت عليه مقابل الشنطة. اما اليوت فخبى الشنطة في المكان الاثري وبعدين كمل طريقه لحد ما نيكسون ظهر له فجأة وخبطه بالشاحنة. واثناء ما كان اليوت في مرحلة الهلوسة بيشوف البنت اللي كان بيحلم بيها وبيسألها هي مين وايه العلاقة اللي بتربطهم ببعض، وبيتعرفوا البنت ان اسمها لينا وانه المفروض ما كانش ينساها ولا ينسى اللي عمله فيها لانها اكتر واحدة تعرفه في الحياة وفهم قد ايه هو شخص سيء، وفجأة بتختفي من قدامه. ولما اليوت بيدور في المكان اللي تخيل انه مخبي الشنطة فيه بيلاقيها وبيسلمها لكوستا، وبتوصل لوسي وبتتكلم مع كوستا وبتفكروا بأول يوم اتقابلوا فيه لما خلعته وفهمته ان العربية بتاعتها كانت عطلانة، وبتعرفوا انها وقتها كانت واقفة مستنياه وقصدة تتعرف عليه بأمر من أخوه، وبتتصل بأخوه مكالمة فيديو وبتديله التليفون. وبيفضل كوستا بصص للتليفون وهو مستغرب ومش فاهم ايه اللي بيحصل، وبيفتكر انهم بيخدعوه وبيطلب من الشخص اللي بيكلمه يثبت له ان هو فعلا أخوه زي ما بيقول. وبيفكروا الشخص بالأيام اللي كانوا بيصطادوا فيها وهم صغيرين وبالأغنية المفضلة ليهم، وبيتكلم معاه وبيعرفوا انه بعد ما اتضرب بالنار في دكتور شافه وانقذ حياته، ولما فاق طلب منه يكتب له شهادة وفاة ويبلغه هو وأبوه ان حياته انتهت علشان العصابة اللي ضربت نار عليه تسيبهم في حالهم ويعيشوا في أمان. وبعدها هو راح عاش في الهند، لكن دايما كان بيتابع أخباره وبيطمن عليه، وكمان كان بيخرجه من كل المشاكل اللي بيدخل فيها، والدليل على كده ان بعت له لوسي علشان تفضل جنبه وتهتم بيه. وبيتعصب كوستا جدا وبيسأله هو ازاي قدر يبعد عنه طول الفترة دي رغم انه دايما كان بياخد حبوب هلوسة علشان يشوفه جنبه، وبيستغل اليوت ولوسي اللي حصل وبيهجموا على راكان وبيوقعوه على الارض، وبيدخلوا في معركة شرسة مع كوستا وبيقدروا يتغلبوا عليه، لكن راكان بيفضل يضرب نار عليهم وبتيجي طلقة في لوسي لانه مش عاوزهم يخلصوا على كوستا قبل ما يقوله على المكان اللي مخبي مراته فيه. ولما بيلاقيه اتصاب ويقع على الارض بياخد التليفون بتاعه وبيمشي، وبيفضل كوستا يتخيل ان اخوه جنبه ومسك ايده لحد ما بيتوفى. اما اليوت فبياخد لوسي علشان يوصلها للمستشفى، وبتتكلم لوسي معاه وبتعتذر له انها كذبت عليه وما قالتلوش على كل الحقيقه من الاول، وبعدين حياتها بتنتهي. وبيتصل اليوت بهيلين علشان يطلب مساعدتها، لكن ايثان هو اللي بيرد عليه وبيأمره ما يتصلش على الرقم ده تاني، وساعتها هيلين بتقرر تسيب ايثان وتروح له. وفي الوقت ده راكان بيروح للمكان اللي فيه مراته وبيدخل في قتال شرس مع العصابه وبيخلص عليهم وبياخدها وبيهرب، وبعدين بيروح يحضر التحقيق اللي هيتعمل معاه بخصوص اللي حصل، وبيتكلم مع المسؤولين وبيبلغهم ان اليوت وهيلين احتجزوه بعد ما خلصوا على لامون واجبروه يحط الجثه في العربيه ويروح معاهم على المكان الاثري علشان يقابلوا كوستا. وبتروح هيلين تقابل اليوت وتتكلم معاه وبتعرفه ان رجال الشرطه بيدوروا عليهم هم الاثنين، وبيحكي لها اليوت على اللي حصل معاه وبيفهمها انه افتكر حاجات كتير لكن لسه ما يعرفش مين البنت اللي بيحلم بيها. واثناء ما كانوا بيدوروا على مكان يستخبوا فيه بيتفاجئوا ان عربيات الشرطه ماشيه وراهم وبتطاردهم، وبينزلوا من العربيه بسرعه وبيدخلوا مطعم وبيصوبوا المسدس على كل الناس اللي فيه، وبيهددوا رجال الشرطة انهم هيخلصوا عليهم لو حاولوا يقربوا منهم. وبيقفل اليوت باب مطعم عليهم وبيتصل بواحد من رجال الشرطة وبيطلب منه يدور على بنت اسمها لينا مقابل انه يسلم نفسه. وبيوصل راكان وبيتصل بأليوت وبيوعده انه هيقول الحقيقة لو سلم نفسه، لكن اليوت مش بيصدقه. وبتاخد هيلين التليفون وبيتعرف راكان ان في كاميرا على الطريق صورته وهو مكلبش اليوت ومركبه العربيه معاه، وبتبعت الصوره ليه ولكل رجال الشرطه اللي واقفين بره. وبعدها اليوت بيسلم نفسه للشرطه وبتروح هيلين تشوفه بتتكلم معاه وبتعرفه انها قدرت توصل لمكان لينا وبتعترف له بحبها، وبتدخل لينا عليه وبتتكلم معاه وبتفهمه انها كانت شغاله في تجاره الممنوعات هي واتنين من اصحابها، وبيتعرفوا انه كان بيهرب البضاعة بتاعته في بطنهم وبسبب اللي حصل اصحابها الاتنين توفوا وهو بيطلع الممنوعات منهم، اما هي فهربت منه وقررت تبدأ حياة جديدة بعيدة عنه، وبيتأكد له انها عمرها ما هتسامحه ولا تنسى اللي عمله فيها وفي اصحابها مهما حصل.
وبيتصدم إليوت من الكلام اللي سمعه ومن الحياة الغلط اللي كان عايشها. وبتتكلم الشرطية مع إليوت وبتبلغه إنه خلاص هيخرج، لأنهم يتأكدوا إنه ملوش علاقة بأي حاجة حصلت. وبيستغرب إليوت جدا إن لينا مشيت من غير ما تحكي كل حاجة للشرطة. ولما بيخرج بيتصل بسو وبيعتذر لها على إنه كان السبب في إنها تخسر جوزها، وبيعرفها المكان اللي مخبي فيه شنطة الفلوس، وبيطلب منها تروح تاخدها وبتبدأ بيها حياة جديدة، وبيترجاها تسامحه. وأثناء ما كان في طريقه لأمريكا بيتعمد إنه يسوق بأقصى سرعة علشان ينهي حياته. ولما بيفوق بيتفاجئ إنه لسه عايش في المستشفى. وبتروح هيلين تزوره وبتتكلم معاه وبتعرفه إنها كانت فاكرة إنه شخص كويس وكانت بتتمنى تكمل حياتها معاه. وبيترجاها إليوت إنها تسامحه وتنسى كل اللي فات زي ما هو كان نسيه، وبيوعدها إنه مش هيعمل أي حاجة غلط تاني، لكن هيلين بترفض وبتسيبه وبتمشي. وبعد فترة هيلين بتبعت رسالة لإليوت وبتعرفه إنها مش قادرة تنساه وبتعرض عليه الجواز، وبيفرح إليوت جدا وبيقرر يبدأ معاها حياة جديدة. وانتهى مسلسلنا، ويا رب يكون عجبكم.